تمام. طبعا ازيكم، عاملين ايه، اخباركم ايه؟ اتمنى ان شاء الله تكونوا بخير، والف مبروك للبشمهندسين اللي اتخرجوا ونتائجهم ظهرت باذن الله، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. طيب انا هدي بس ملخص سريع عن السيشن الاولاني. السيشن الاولاني احنا اتكلمنا عن تاريخ السمارت هوم، وعرفنا ان في سيستم اسمه ايكو فور، ده عامله مهندس أمريكي عشان يتحكم في بعض التحكمات عنده إيه في البيت بتاعه. طبعا عرفنا قد إيه السيستم ده كان شكله معقد، وده باين من الصورة التانية. عرفنا بعد كده إن في سمارت هوم بروتوكولز تانية غير الكي إن إكس، دي بتوع وايرلس. عرفنا واي فاي والزي ويف والزيجبي، وعرفنا مقارنة كده بسيطة، وعرفنا إن إحنا بنركز على الرينج والباور يوسج والداتا ريت. والباور يوسج كل ما يكون قليل، ده نتيجة إن الداتا ريت اللي بنقل بيها السيجنالز بتاعتي قليلة. وعرفنا إن الوايرلس بروتوكول سيستم ممكن يتكون من إيه، عندنا الهب والأجهزة بتاعتنا، وعرفنا إن الهب ده هو العقل بتاع السيستم بتاعي. بقدر أعمل منه سيناريوز، أضيف أجهزة، في أي مشكلة في أي جهاز أقدر أعرفها. عرفنا تاريخ الكي إن إكس بدأ إزاي، عرفنا التحكمات إن الكي إن إكس بيوفرها لنا، عرفنا إن السيستم أوفر فيو بتاعنا إن هو بيتكون من سنسورز، وطبعا الباور سبلاي باز تشوك، وجزئية التشوك دي طبعا أوضحها لكم السيشن ده. وعرفنا إن في أكتويتر، وعرفنا إن بيحصل تواصل ما بين أجهزة عن طريق حاجة اسمها تيليجرامز. عرفنا إن السيستم توبولوجي بتاعنا، عرفنا يعني إيه وان لاين، وعرفنا يعني ايه لما استخدم 15 لاين يبقى انا كده عملت اريا. عرفنا بعد كده لو انا عايز اكستند الاريا بتاعتي باريا تانية، بربط بينها وبين الاريا التانية باك بون كابلرز. هنا بس في جزئية انا عايز اوضحها، لان انا حصلت بس لخبطة. انا قلت المحاضرة اللي فاتت ان انا اللاين بتاعي بيشيل لحد 255 جهاز، وجه في 2019 قال لك لا، طب 64. لا، المعلومه دي مش صح، هو انا حبيت بس اوضحها عشان ايه، دي حاجه طبعا امام ربنا. هو يا شباب قبل 2019 كان بيحط 64 جهاز، ولما انا كنت عايز اكستند اللاين بتاعي كنت بحط ايه، لاين ريبيتر. طيب كنت بحط ايه، لاين ريبيترز. الموضوع دلوقتي اختلف بعد 2019، قال لك لا عادي، انت ممكن تحط على اللاين بتاعك 255 جهاز من غير اللاين ريبيتر بتاعك. دي بس انا حبيت اوضحها للناس عشان دي معلومة لازم تكونوا عارفينها. يعني فيها اي مشكلة؟ طيب قبل ما اتخطى السلايد دي، تمام. عرفنا طبعا ان اللاين بتاعنا ممكن ان انا اديه كذا توصيله او كذا توصيف. عرفنا ان دي شكل الستار، ممكن احط الباور سبلاي بتاعي في النص. طيب يا محمود، حاضر اشرحها تاني. هو انا قلت المره اللي فاتت ان اللاين بتاعي اقدر احط عليه 255 جهاز، وبعد 2019 انا قلت ان خلاص هم لغوا الموضوع ده وحط 64 جهاز، واقدر اكستند الاجهزه بتاعتي بان انا احط لاير ريبيتر، شبه نفس اللي انا عملته في السلايد ده. طيب انا عشان تصحيحا للمعلومه، لا هو العكس، هو كان قبل 2019 كان بيقول لك انت هتحط 64 جهاز، بعد 2019 قال لك لا، انت مش محتاج تكستند بلاير ريبيتر، انت تقدر تحط على اللاين بتاعك 255 جهاز ادام الباور سبلاي بتاعك قادر ان هو يغذي الاجهزه بتاعتك من غير اي مشكله.
عرفنا طبعا هنا ان اللاين بتاعنا ممكن اوصله كذا شكل، عرفنا الستار، عرفنا اللاين سيجمنت، عرفنا التري، بعد كده عرفنا الادريسنج في الكي ان اكس، عرفنا يعني ايه individual address، ان هو زي ما هو مسمى للجهاز بتاعي. عرفنا ان هو بياخد رقم في الاريا ورقم في اللاين ورقمه في اللاين نفسه ورقم كام. عرفنا يعني ايه جروب ادرس، ودي اللي بربط بينها وبين الديفايس بتاعتي. لو انا مثلا عايز اعمل اون اوف، فببعت الجروب ادرس ده مثلا للاكتويتر، ما اقول له مثلا والله انت عندك التشانل الاولانيه انا عايزك تقفلها لي او تشغلها لي، التشانل الثانيه وهكذا. وعرفنا ان هما كذا ستراكشر في 3 ليفل وال 2 ليفل وال 3، وعرفنا ازاي لو احنا عندنا باك بون كابلر او لاين كابلر او لاين ريبيتر نعرف الفرق بينهم من خلال التوبولوجي بتاعتي. بعد كده عرفنا ان في الصورة دي ان انت بتنقل الاوامر بتاعتك او الحاجات اللي انت عايز عن طريق الجروب ادرس، والجروب ادرس ده لو انا عايز مثلا من خلال السنسور ده ابعت حاجة الاكتويتر ده، فهي بتروح من خلال جروب ادرس هو اللي بيوصل لي ايه اللي انا عايز اعمله. وعرفنا بعد كده ايه هي الانستليشن بتاعت الكي ان اكس والليمتس بتاعتنا، ان طول الكابل بتاعي التوتال لينس بتاعه ما زيدش عن 1000 متر، المسافه بين الديفايس والتاني ما زيدش عن 700، من باور سبلاي والديفايس ما زيدش عن 350، ان انا عندي اللاين ما يزيدش عن 2 باور سبلايز، وان هم يكونوا من نفس المصنع او البراند. وعرفنا ان في حاجه اسمها اي بي توبولوجي. الاي بي توبولوجي ان انا مش السيستم بتاعي ما يبقاش كله كي ان اكس كيبلنج، بستخدم التويستد بير. لا انا ممكن بدل اللاين كابلرز اللي انا بحطها كل لاين هشيلها واحط الاي بي راوتر، ومن خلال الاي بي راوتر ادخلها على سويتش، ومن خلال الراوتر اقدر اتحكم كلاود عادي جدا. عرفنا الديمينج تايبس، عرفنا ال 1 تو 10 الدي سي ديمينج، عرفنا الفيس ديمينج البي دبليو ام والريزيستيف، وعرفنا ان ال 1 تو 10 هو انا بس بغير في الفولت، سواء مثلا اخليه 1 2 3 على حسب البرايتنس اللي انا عايز اوصل له. عرفنا ان الفيس ديمنج فيه نوعين، في الليدنج اللي انا بقطع في اول السيجنال، والتريلنج ان انا بقطع في اخر السيجنال، والبي دبليو ام ما هو الا بتحكم في الفريكوينس بتاع السيجنال بتاعتي عشان اطلع اللون اللي انا محتاج اطلعه. واخر سلايد ختمنا بيها ان احنا عرفنا بالارقام ان ازاي الكي ان اكس اصلا بيحقق الانرجي سيفنج. واخر سلايد طبعا ختمنا في فيديو عرفنا ان الكي ان اكس اصلا ممكن يعمل ايه. طيب جزئيه الاي بي الاي بي توبولوجي، ان انا لو انا عندي الاريا بتاعتي زي ما انا كنت شارحها هنا، ان انا بيبقى عندي مثلا لاين كابلر، لو انا عندي لاين بحط لاين كابلر على اللاين الاولاني ولاين كابلر على اللاين التاني، تمام، عشان اربط ما بينهم. فانا جيت في الاي بي توبولوجي، لا انا شلت اللاين كابلر ده وحطيت الاي بي راوتر. الاي بي راوتر ده عشان اقدر اتحكم كلاود من على السيستم، من على على الابلكيشن او غيره يعني. فكل اللي انا بعمله ان انا بحط الاي بي راوتر بتاعي، الاي بي راوتر ده بيخش الكابل الكي ان اكس بتاعي، بيطلع كابل الكات 6، تمام، بيخش على السويتش، من السويتش الراوتر، ومن خلال الراوتر اقدر اتحكم كلاود. فيها مشكلة لغاية دلوقتي؟ تمام، نيجي بقى نخش على السيشن بتاعتنا التانية. السيشن بتاعتنا الكونتنت بتاعها ايه؟ الكونتنت بتاع اللي احنا هنتكلم عن الديفرنت ميديا ترانسميشن اللي انا اقدر انقل من عليها السيجنال بتاعتي، هنعرف الكابل بتاعنا بتاع الكي ان اكس ده توصيفه والسبيكس بتاعته، هنعرف الباور سبلاي بتاعنا السبيكس بتاعته ايه، هنتعرف على الاكتويتر زي السويتشنج والديمينج والبلايند، هنعرف الانبوتس اللي موجوده في الكي ان اكس، هنعرف نتعامل مع الاي بي بي وشنايدر كاتالوجز وازاي اصلا تطلع الاجهزه منهم، وازاي اصلا تقرا
الداتا اللي موجودة على كل جهاز، هنعمل زي بروجكت كده صغير بس عشان نعرف نسلكت من الكتالوجز دي الأجهزة بتاعتنا. هنتعرف يعني ايه فلاجز، وإن شاء الله في آخر المحاضرة لو سمح لنا الوقت، هنخش نتعرف على الـ ATS6 والـ KNX فيرشن ونعمل مشروع مع بعض. لو الوقت ما سعفش هنأجلها للسيشن التالتة، تبقى أصلا كلها عملي جدا، والناس اللي عايز تسأل، الناس اللي عايزة تجرب معانا هتبقى براحتنا إن شاء الله. طيب السلايد الأولانية بتتكلم طبعا على الـ different media transmission، إن أنا بنقل السيجنال بتاعتي مع الباور من خلال يا إما twisted pair cable اللي هو الكابل بتاع الـ KNX الأخضر بتاعنا اللي هو الأربع طرف، او الباور لاين كوميونيكيشن اللي انا بنقل السيجنال بتاعتي على كابل باور، يعني انا بغذي باور وبنقل سيجنال، او الراديو فريكونسي الار اف اللي هي الراديو فريكونسي، او الاي بي اللي انا استخدم كابلات الايثرنت بتاعتي. طبعا المستخدم يعني دلوقتي والشائع وهو المعتمد هو التويستد بير كيبل، تمام، اللي انا بستخدم الكابل كين نيكس الايه الاخضر بتاعنا. كان الاول بيستخدموا في الكين نكس الباور لاين كيبل، ولكن ان انت تنقل السيجنال على كابل باور بتبقى فيها مشكله كبيره جدا، ان السيستم ما بيدكش الافشنسي اللي انت عايزها، بيحصل فقد في السيجنال كتير، فهم لغوا او استبعدوا موضوع زي ده، بحيث ان انا اقدر ان انا لو انا هعمل سيستم زي ده، لا انا ما ابتديش ان انا اخسر في السيجنال بتاعتي، لا انا عايز الموضوع يبقى افيشنت بالنسبه لي. والراديو فريكونسي في كي ان اكس ار اف بس لسه هم شغالين عليه، يعني الموضوع هو في اجهزه فعلا ار اف نازله، تمام، ويستخدموها عادي، بس اللي انت تعتمد اعتماد كلي ان السيستم بتاعك والتوبولوجي بتاعتك تبقى ار اف بس، لا الموضوع لسه شويه. وطبعا الاي بي او الايثرنت طبعا شرحتها لكم في الاي بي توبولوجي، ودي مستخدمه عادي جدا. في أي مشكلة في السلايد دي؟ حد عنده أي سؤال؟ طيب نخش بقى على الـ KNX كيبل بتاعنا. إحنا الكابل بتاع الـ KNX في النوعين اللي هو الواي سي واي ام، تمام، الاثنين في 2 في 0.8. انا عندي الكابل بتاع الكين نكس هو اربع طرف، تمام، بنقول عليه تو بير. التو بير دول اثنين اللي هم الاحمر والاسود، والاثنين الاصفر والابيض، و0.8 ده الديامتر بتاع السلك بتاع الكين نكس اللي هو السلك ده الديامتر بتاعه بيبقى 0.8. طيب النوع الثاني اللي هو جي واي اس تي، نفس طبعا الدايمنشنز بتاعتي. الفرق بينهم وانا باجي اختارهم، او هتلاقي اصلا في الكيبل سبيكس لما تفتح مثلا داتا شيت او حاجه، هتلاقي ان الفرق في التست فولتج. يعني التست بتاع التايب الاولاني اتعمل عند 4 كيلو فولت، يعني هو يقدر يستحمل لحد 4 كيلو فولت. النوع الثاني كان 2.5 كيلو فولت، تمام، ده الفرق اللي هو ما بين التو تايبس بتوع الكابل بتاع الكين اكس. يمكن الشائع شويه الواي سي واي ام المستخدم برضو عشان ايه حوار التست فولتج بتاعه. طيب تعالوا بقى نبتدي نفصص الكابل بتاع الكين اكس ده ونعرف كل حاجه دي استخدامها ايه. انا عندي طبعا الاربع طرف بتوعي بتوع الكابل كي ان اكس، انا عندي في استخدامي في الكي ان اكس او الكي ان اكس توبولوجي بيبقى الاحمر والاسود اللي هو بينقلني الباور ال 30 فولت سي مع السيجنال بتاعتي اللي انا مثلا عايز اعمل اون اوف، عايز اعمل ديمينج، عايز اتحكم في شدر، فبتتنقل عن طريق ايه الاحمر والاسود دول. طيب ايه بقى هندسه الكابل الاصفر والابيض ده؟ بص يا رجاله، الكابل الاصفر والابيض ده بيستخدم امتى؟ انت بيبقى عندك في السيستم بتاع الكين نيكس، لو انت مثلا نزلت شقه، نزلت فيلا، اكيد بتقابل تاتش سكرينز. التاتش سكرينز دي بتحتاج
فولتج زياده عن ال 30 فولت. يعني انت بتديها عادي الكابل الكي ان اكس بتاعنا اللي هو الاحمر والاسود، ولكن عشان تشتغل بقى معاك ان هي تنور باور وتشتغل معاك، هي محتاجه فولتج زياده اعلى مثلا من 30 فولت سي. فانت بتديها الكابل الاصفر والابيض ده بتلاقيها في بعض الباور سبلايز بتاعت الكي ان اكس، ان هو بيحط لك اوكسيلري باور، بيقول لك ان ده اوكسيلري باور بتستخدمه بيطلع لك 30 فولت دي سي بيور. تمام، لان انا هخش في جزئيه الباور سبلاي هتعرف ان في ان الباور سبلاي بيطلع 30 فولت دي سي ويز تشوك، وفي 30 فولت دي سي وزود تشوك، وال 30 فولت دي سي وزود تشوك بتطلع من خلال الكابل الاصفر والابيض. طيب كده احنا خلصنا من جزئيه الايه الاسلاك دي. الدرين واير او التريسر ده استخدامه ايه؟ ده يا شباب انا عندي بيبقى سيستم واللوحه بتاعتي بتبقى في اسلاك كتير وانا عندي ديفايس كتير، فانا مثلا لقيت مشكله في جهاز ما، ابتديت اعمل تريس للكابل بتاع الجهاز ده، ابتديت امشي وراه. طيب انا عندي لخبطه اسلاك والموضوع داخل في بعض، فانا كل اللي انا بعمله لو انا عايز اعرف السلك ده بستخدم الدرين واير او التريسر. هو زي مثلا بشد السلك الدرين واير ده عشان اعرف بس انا السلك اللي انا ماسكه ده هو الصح، هو اللي داخل على الجهاز بتاعي ولا لا. هو ده استخدام نفس الفكره بتاعت الاسلاك، وانت بتشد الاسلاك في الموقع يعني انت بتستخدم السوست بحيث ان تسحب الاسلاك بتاعتك، هي نفس الفكره برضه. طيب الفويل شيلد اللي جوه ده، الفويل شيلد ده استخدامه ايه؟ ده بيقلل الانترفيرنس اللي موجود او يحصل على على السيجنال بتاعتي. بمعنى انا دلوقتي نقلت السيجنال بتاعتي بالمنظر ده، طيب يا باشمهندس انت حددي لي يعني انا ابدا منين، يعني ايه الحاجات مثلا اللي انا اتكلمت فيها او مصطلح انت مش عارفاه وانا هشرحه عادي. انا الموضوع لغايه دلوقتي ما دخلتش في حاجه تكنيكال قوي، يعني الموضوع عادي جدا. طب انا هشرح جزئية الاسلاك دي تاني. جزئية الاسلاك دي تاني يا شباب، انا عندي الاربع اسلاك دول، الاحمر والاسود والاصفر والابيض. انا استخدامي في ال KNX بتاع او اللي بيدخل على الاجهزة بتاعت ال KNX هو الايه؟ هو الاحمر والاسود، ده اللي بيخش على اغلب الاجهزة بتاعت ال KNX. طيب دلوقتي انا المشروع بتاعي في تاتش سكرينز، في اجهزه محتاجه باور زياده عشان تقدر ان هي تشتغل معايا، لان انا لو اديتها كابل الكي ان اكس بس مش هتشتغل. فقال لك لا، الطرفين التانيين الاصفر والابيض دول بيدولك باور اللي هو ال 30 فولت دي سي، تمام، بس من غير التشوك. انا جزئيه التشوك دي انا هشرحها مع الباور سبلاي السلايد الجايه. انا فاهمك يعني ايه تشوك اصلا، بس انا بفهمك ان في العموم افهم لغايه دلوقتي ان في اجهزه بتحتاج اكسترا فولتج، فانت بتديها الطرفين الاصفر والابيض عشان تشتغل معاك، يعني انت بتديهم الاربع اطراف دول. مفهوم لغايه دلوقتي يا شباب؟ في حاجه هنا الموضوع مش مفهوم غير اللي تشوك، في حاجه هنا مش مفهومه؟ طيب الدرين واير او بيسمى التريسر اكتبها اهي، جاي من كلمة تريس ان هو بيتبع. ده مثلا انت بيبقى عندك المشكلة مثلا في جهاز، وليكن انت عايز تعرف المشكلة دي في الكابل بتاع الكي ان اكس ولا لا، فانت عندك زحمة اسلاك. فانت كل اللي انت بتعمله ايه؟ بيبقوا مثلا الاسلاك دي متجمعين مثلا في نقطة، النقطة دي بتبتدي اللي انت بيبقى طالع التريسر ده او الدرين واير بتاع الكذا كابل، فانت بتبتدي تشد بتعرف انت الكابل اللي داخل على الجهاز اللي فيه مشكلة ده انهي كابل، فده بيساعدك. الدرين واير او التريسر جاي من كلمة تريس ان هو ايه؟ بتبع السلك بتاعي. طيب الفويل شيلد اللي جوه ده، الفويل شيلد اللي جوه ده او الجزئية دي مسؤولة ان هي تحافظ لي على
السيجنال بتاعتي قدر الامكان من موضوع الانترفيرنس، التداخل. التداخل ده نفس زي الصوره اللي فوق دي كده، اللي انت بيبقى عندك مثلا سيجنال، مثلا انت بتنقل السيجنال بتاعتك، تمام؟ فبيحصل تداخل من سيجنال تانية، وليكن بيحصل تداخل من سيجنال تانية، بتبتدي ان هي تغير لك في السيجنال شوية. فانت بتعالج الموضوع ده اللي انت بتحط الفويل شيلد الانترنال ده، بحيث ان هو يقلل لك الموضوع ده قوي، ما يأثرش على السيجنال بتاعتك. يعني انت عايز تبعت، وليكن انا عايز اعمل اون او اوف، فلو انت شايل موضوع الفويل شيلد من الكابل، فيحصل تداخل كبير للسيجنال بتاعتك. وطبعا السيجنال بتاعتنا بتتأثر، يعني انت عندك مثلا لو انت عندك راوتر في البيت، الواي فاي يقول لك مثلا لا اقعد جنب الواي فاي، عشان طبعا المشاكل بتاعت الواي فاي سيجنال نتيجة مثلا الحيطان او غيره، كل دي عوائق فبتأثر على السيجنال بتاعتك. طيب الشيلد الخارجي ده مسؤول ان هو يحافظ على الكابل بتاعي مثلا من اي فيزيكال اكشن بيحصل. يعني مثلا انت طبعا السلك يبتدي تتنيه تشده، فالدرجات الحرارة عالية اللي ممكن يتعرض لها الكابل بتاعي، فالشيلد اللي بره ده هو زي جاكيت بيحافظ على الانتر انترنال ستراكشر بتاع السلك بتاعي من اي عوائق خارجيه ممكن تحصل، فيزيكال اكشنز مثلا بدن السلك بقى شده، درجات الحراره عاليه وغيره. طيب السلايد دي فيها مشكله، في حاجه طيب انا ما قلتهاش مش واضحه؟ جزئيه الفورم بتاعت الحضور يا شباب هي هتنزل في النص، يعني في نص سيشن كده ابعت لك الفورم وتسجل إن شاء الله. طيب السلايد بعد كده بقى هبتدي ان انا ادخلك في الداتا شيتس بتاعه الايه الكابل بتاعك. طيب انا هختار الداتا شيت ده، دي من شركه بيلدن، بتعمل طبعا كابلات الكي ان اكس. تعال نقرا التوصيف، تعال كده ناخد التوصيف كده كده واحده واحده ونقراه. طيب يا محمود، الدرين واير هي بتساعدك زي ما انا شرحت. انت دلوقتي عندك مشكلة في جهاز ما، خلاص يا محمود انت لغيت التعليق، ماشي خلاص بتشوفه يا عم. طيب بالنسبة للداتا شيت دي طبعا من شركة بيلدن، برضو بتعمل كابلات كي ان اكس وكده. تعال نقرا بقى التوصيف كده ايه واحدة واحدة. مكتوب هنا ايه؟ مكتوب هنا كي ان اكس 2PO 0.8 ملي متر، تمام؟ وبقية الكلام. طيب هو الكلام ده مشروح تحت اهو في البرودكت ديسكريبشن. تعال نعمل هايلايت بس على الموضوع عشان اللي هيخش متأخر يعرف انا هايلايت على ايه وبتكلم في ايه. بص يا باشمهندسين، هو بيقول لك ان ده كابل كي ان اكس 2 بير الاربع طرف بتوعه 0.8 ملي متر، ان هو الديامتر بتاع الكوندويت الكوندكتور، الديامتر بتاع الكوندكتور اللي هي الكابل ده، اي سلك فيهم الديامتر بتاعه 0.8. قال لك والله ان هي كبر، طبعا دي كابلات نحاس. الانسيوليشن بتاعه البولي ايثيلين، البولي ايثيلين انسيوليشن اللي هو الايه الانسيوليشن اللي موجود على الاسلاك دي. طيب اوفر اول بيقول لك والله اوفر اول ان الشيلدنج بتاعه اللي هو البيلد فويل. قال لك بقى ال اس زي اتش على اف ار ان سي جاكيت. طيب ايه ال اس زد اتش دي؟ قال لك والله ان هي دي اختصارا للو سموك زيرو هالوجين. دي ماتيريال بس بتستخدم في الكابلات عشان موضوع ان الكابل يقدر يستحمل درجات حراره عاليه جدا، تمام؟ فانا بستخدم الجاكيت اللي بره اللي هو الاخضر ده، اللون الاخضر اللي انت بتشوف في الكابلات ده، تمام؟ بستخدم له سواء النوع بتاع ال اس زد اتش او الاف ار ان سي عشان موضوع الدرجات او ان هو يستحمل درجات حراره عاليه. طيب في اي مشكله دلوقتي في التوصيف بتاع الكابل ده؟
انا بس بفهمك التوصيف، انا بفهمك التوصيف، مش عايزك تبقى حافظ الكلام، انا بفهمك التوصيف بيبقى ازاي في الداتا شيتس بتاعت الاسلاك اصلا، بتاعت الكابلات الكينتس. طيب هنا بيقول لك ان الابليكيشن بتاع الكابل ده، والله ده كابل كي ان اكس اي اي بي كيبل، اللي هو المنظمه اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هي اي اي بي، ان هي طبعا اشتركت في موضوع زمان اللي هو حوار الميرج اللي حصل ما بين الثلاث شركات او الاسوسيشنز، مش شركات، الاسوسيشنز، المنظمات، ان هي تطلع لنا البروتوكول بتاع الكي ان اكس ده. قال لك والله ان هو بيستخدم في الايه، في البيلدينج مانجمنت. بعد كده دخل على ايه، ايه المتلايزيشنز. بص المتلايزد سينسيك فويل شيلد دي هي بيعمل نفس الوظيفه بتاعت الفويل، تمام، ده تاكيدا، بس بديامتر مختلف. يعني انت بتحط الفويل شيلد بعد كده المتلايزد فوقيه، بحيث ان انت برضو ايه، تقلل الانترفيرنس قدر الامكان. دي طبعا حاجه ستراكشر جوه الكيبلينج، ده خاص بالاسوسيشنز نفسها، هم اتفقوا على اعتبارات زي دي تخص الكابل بتاع الكي ان اكس ده. طيب موضوع التوصيف بتاع كابل كي ان اكس تاني. كابل كي ان اكس التوصيف بتاعه زي ما موجود في الداتا شيت بتاع بيلدن، قال لك والله ان ده كابل كي ان اكس 2 بير 4 طرف 0.8 مللي متر، ان الواير ده الديامتر بتاعه هو 0.8. قال لك ان هو كابل نحاس اللي هو بير كبر، سوليد بولي ايثيلين انسوليشن، الانسوليشن اللي موجود ده هو من نوع البولي ايثيلين، تمام. اوفر اول بيلد فويل شيلدنج، يعني الشيلد اللي محطوط او المستخدم هنا هو البيلد فويل. طيب الفويل ده، ده يا شباب الفويل. طيب الجاكيت اللي بره بقى، توصيف الجاكيت، يعني هو التوصيف يا شباب بادئ ازاي؟ بادئ ان هو واخد من جوه طالع بره بره لغايه الجاكيت. الجاكيت بقى بيستخدم له ماتيريال ايه؟ قال لك والله المستخدمه هو اللو سموك زيرو هالوجين. اللو سموك زيرو هالوجين ده استخدامه ليه؟ عشان الفليم ريتاردنت، ان هو يبقى بتاع ده يحمي الاطار الكومبوننت او الاستراكشر الداخلي من اي ارتفاع درجات حراره ممكن ان هي يتعرض لها الكابل. وكمان التفسير الثاني ان هو برضو ايه، موضوع الفيزيكال اكشن اللي بتحصل، اللي انت مثلا طبعا بتشد السلك وتتنيه وهكذا، فالجاكيت اللي بره ده هو بيحافظ لك على المواضيع او الحاجات الخارجية اللي بتحصل دي. في أي مشكلة لغاية دلوقتي في توصيف الكابل بتاع الكينكس؟ أنا اللي يهمني بس إن أنت تبقى عارف كل حاجة أنا اتكلمت أو كل نقطة اتكلمت فيها هنا تخص إيه؟ النوع، أنواع الماتيريالز بس، أنت أنا معرفك إيه هي أنواع الماتيريال بس، هي يعني مش لازم أنت تكون حافظها، أنت بس تبقى فاهم إن الماتيريال دي تخص مثلا أني حاجة مثلا في الكابل، فأنا بس عايزك تبقى فاهم الجزئية زي دي. التوصيف الباقي بقى يا شباب، التوصيف الباقي بيقول لك والله الأبليكيشن بتاع الكابل ده بيستخدم في البيلدينج مانجمنت. موضوع الكوندكتور، قال لك والله إن ده بير كبر. البير كبر الكروس سيكشن اريا بتاعه الـ 0.5 مللي متر. طيب سلك كي ان اكس هو بيتاثر بالالكترومايديو، بيتاثر، عشان كده قلت لك احنا بنحط موضوع الفويل ده. الفويل ده هو بيحافظ ده على كابل كي ان اكس من اي الكترومغنيتيك ويفز بيتعرض لها، وانت عارفين كابلات الباور بتطلع ايه، الكترومغنيتيك ويفز، فهو بيحافظ على الموضوع ده بان هو يحط الفويل شيلد اللي جوه، وعشان النويز برضه بالظبط.
طيب باقي التوصيف بيعرفك طبعا الكوندكتور والكروس سيكشنز اريا بتاعته، بيعرفك والله ان انا عندي تو بير ان هم 4 طرف، الانسيوليشن اللي موجود على الكوندكتور ده اللي هو البولي ايثيلين، قال لك والله ان انت عندك الالوان بتاعت الاسلاك دي الابيض والاحمر والاصفر والاسود، تمام. الاوتر شيلد اللي موجود هنا ده قال لك والله ان هو بايليمينيت، دي طبعا ماتيريالز كيميائيه مش عايز ادخلكم فيها يعني. واخر حاجه ان الجاكيت اللي بره ده او الجاكيت اللي هو اللون الاخضر اللي انت بتشوفه ده هو من ماتيريال لو سموك زيرو هالوجين، عشان موضوع درجات الحراره او الهاي تمبريتشرز اللي بتبقى موجوده. في اي مشكله في توصيف الكاب ده يا شباب؟ يعني حد عنده حاجه هو مش فاهمها؟ طيب تعال اوريك داتا شيت تانية، بحيث ان انت ما يعني ما تحسش ان انا ايه موريك داتا شيت من شركة معينة، لا انا اوريك برضو داتا شيت من برضو شركة بتعمل موضوع الكابلات ده، برامكرو. بتدي توصيف ازاي بقى؟ طبعا كل شركة وليها ايه توصيف. قال لك والله ان الكابل اللي موجود ده 1 بير، 1 بير ان هو الكابل الاحمر والاسود بس، الكابل كي ان اكس يا شباب، كابل كي ان اكس ممكن يبقى 1 بير و2 بير. يعني في شركات بتقول لك انا بصنع والله ال1 بير اللي انت تسمى اللي هو الكابل الاحمر اللي هو السلكين الاحمر والاسود، وال2 بير انا بديك الاحمر والاسود والاصفر والابيض، تمام. في كده وفي كده عادي. وعموما برضو زياده معلومه تانية، البكر اللي بيتباع بتاع الكابل الكي ان اكس ده في ال 500 متر وفي الايه ال 1000 متر. عشان برضو الناس اللي هي ايه عشان تبقى عارفه البكر اللي بيتباع ده بيبقى الاطوال بتاعته، البكر نفسها الطول بتاعها بتشيل ايه طول كابل قد ايه. طيب ما علينا، قال لك والله السكشن اللي هو الديامتر بتاع الواير اللي جوه ده 0.88، قال لك والله ان الكوندكتور ده كبر، الانسيوليشن اللي موجود عليه بولي ايثيلين، والله الكالر بتاعه اللي هو الاسود والايه والاحمر. طيب هننزل تحت هنلاقي ايه؟ لا ما هو بص يا باشمهندس احمد علام، انت مش بتخلي مش ساعات بتخلي السيستم بتاعك كله الكابل لون بير، لا انت ممكن عادي تعمل ميكس 1 بير وال2 بير عادي. في عندك شاشات هتجيب ال2 بير مثلا السلك اللي ايه اللي هيستخدمه الشاشه دي مثلا 2 بير، ممكن تجيب الباقي 1 بير عادي، الموضوع عادي مش عشان اجيب بكره يا اما 1 بير يا اما 2 بير بس، لا عادي. طيب باقي بقى التوصيف طبعا في الحاجات اللي فوق دي يعني انا مش عايز تخش فيها يعني لان ما يهمنيش دلوقتي، انا اللي يهمني لما تيجي تقرا التيست فولتج. فاكرين الجزئيه بتاعه السبيكس اللي انا كنت بشرحها لما قلت لك في نوعين، في تيست فولتج بتاع 4 كيلو وفي 2.5 كيلو، فهتلاقي ان هنا هو كاتب لك ايه 2 كيلو عادي. طيب يا باشمهندس الموضوع مش متوقف الا انا باشمهندس محمود، الوان بير ده بيبقى احمر والاسود لان انت ده اللي بتستخدمه الاساسي، ده الاساسي اللي بتستخدمه يا شباب، ده الاساسي اللي انت بتستخدمه. اما الاكسترا فولتج اللي انت بتستخدمه التاني ده اللي هي الحاجات الاديشنال اللي بتحتاج باور زياده. لو انت هتستخدم
الوان بير في السيستم كله، يبقى انت ما عندكش شباب زي تاتش سكرينز لو انت تستخدم وان بير. لكن انت عندك تاتش سكرين، انت عادي ممكن تجيب الاجهزه اللي هتاخد وان بير تجيب لها وان بير، والاجهزه مثلا اللي هتاخد التو بير هتلاقيها التو بير عادي اللي هي الاربعه طرف. لكن مش شرط وانا بوصف ان انا هجيب وان بير السيستم كله وان بير، لا. ها يا شباب، في أي مشكلة؟ حد متضايق من حاجة؟ طيب نكمل. زي ما انا وريتك هنا ان انا عندي النوعين بتوعي، اللي هما الواي سي واي ام والجي واي. تيست فولتج بتاع الاولاني 4 كيلو وهنا 2.5 كيلو. هنا هتلاقي ان هو كده تيست فولتج 2 كيلو عادي، الموضوع هنا عادي. هو بيشتغل الاوبريتنج فولتج بتاعه عند الايه؟ ال 300 فولت. طيب ده اللي يهمني ان انت تبقى فاهمه في التوصيف كابلات الكي ان اكس بتاعتي. في حاجات انا مش عايزك يعني اللي هو تشغل بالك بيها دلوقتي، في كلام كتير يعني انتوا اكيد شايفين في كلام كتير. يعني مثلا التمبريتشر رينج بتاعه من سالب 30 ل 80، ده اللي بيستحمله ايه؟ بيستحمله الجاكيت اللي بره. يعني شوف ممكن يستعمل لحد درجه من سالب 30 ل 80 سيليزيوس. طيب انا هوضح لك، بص مثال لوان بير وتوبر انا هوريك، والله انا لما اجي اخش على الباور سبلايز والسويتشنج اكتويتر وكده انا هوريك مثال، يعني انا هوريك مثال وشكل الجهاز بيعمل ازاي، فانت هتفهم والسؤال بتاعك اللي انت سألته ده هيتجاوب عليه. طيب هي لينك الفورم هتنزل تاني، لينك الفورم بتاعة الغياب هتنزل تاني دلوقتي يا شباب. انا بس مستني 5 دقايق كده، ايه حوار الفم بتاع الغياب ده وبعدين هكمل. حاضر. و طيب انا نزلتها دلوقتي على التليجرام يا شباب عشان في انا مشكله، انا نزلتها على التليجرام. هستنى بس 5 دقايق، يعني مثلا 11 و 6 دقايق ابتدي انا اكمل ان شاء الله.
طمنوني برضو لو الفورم فيها مشكلة، يعني حد يبقى حد يبعت لي هنا، حد عنده مشكلة يبعت لي برضو. الفورم يا شباب هتنزل تاني، معلش هو ساعات بيبقى فيه مشكلة ولا حاجة اللي بنزلها، هتنزل دلوقتي معلش، محدش يقلق هي لسه ما نزلتش، هنبعتها تاني دلوقتي. اللي يسجل يسجل تاني عادي، اللي يسجل يسجل تاني عادي مفيش مشكلة. يلا شباب الفورم نزل تاني، اللي عايز شغل اللي عايز يسجل يسجل ان شاء الله. سيبكم 5 دقايق تسجلوا الفورم براحتكم وبعدين نكمل تاني إن شاء الله.
طب كده الفورم تمام، كله سجل وكله تمام، في اي مشكلة واجهت حد؟ وبالنسبة لينك اللايف اللي اتمسح فهو هينزل تاني إن شاء الله، هينزل على الجروب زي ما كان. طيب نكمل. طبعا احنا اتكلمنا طبعا عن الداتا شيتس بتاعة ال كينكس كيبل، وعرفنا ازاي بنقرا التوصيف بتاع الكابل بتاع الكينكس. طيب نبتدي بقى نخش على الكيبل كونكتور. انا دلوقتي يا شباب كابلات الكي ان اكس دي بتتوصل مع بعضيها بحاجه اسمها ايه، الباس كونكتور. ايه الباس كونكتور ده؟ الباس كونكتور ده بيبقى هو كونكتور، طبعا في كونكتور احمر والاسود عشان كابلين بتوع الاحمر والاسود، تمام. كل واحد فيهم بيقدر ان هو يشيل اربع اسلاك، يعني اربع اسلاك حمر واربع اسلاك سود، تمام. نفس الصوره او زي ما انتم شايفين الصوره دي اهو، انا عندي كابل كي ان اكس وكابل كي ان اكس تاني، وصلت ما بينهم عن طريق ايه، الكونكتور ده. والكونكتور ده بيخش في ايه، في الكي ان اكس ديفايس اللي هو الجهاز بتاع الكي ان اكس، وهوريك برضو مكانه فين اصلا في جهاز الكي ان اكس. طبعا بيختلف من جهاز لجهاز، بس انا اوريك الشكل بس. هو يا باشمهندس لازم يتأسس في الحوائط، بتقعد مع المهندس عشان تعرف وتوريه الشوب درونج بتاعك عشان تعرف انت الاسلاك بتاعتك هتمشيها ازاي. فعشان كده لازم يأسس لك الكوندوينتس بتاعتك او المواسير بتاعتك اللي هتمشي بيها ايه، كابل كي ان اكس. طيب اللي كان بيسأل سؤال بيقول لي هو كابل كي ان اكس ينفع يبقى كابل باور؟ الكلام كله في السلايد. السلايد دي بتوريك ثلاث انواع مختلفه من لما تيجي تحط كابل كي ان اكس مع كابل باور. يعني مثلا في الصوره الاولانيه يا شباب انت عندك كابل ال 230 فولت ده اللي هو الكابل الباور، ده الايه، ده العادي. الكابل اهو ده السلكين عادي اللي هو الايه، السلكين بتوعي، وادي كابل كي ان اكس بتاعي. كابل كي ان اكس بتاعي كده معزول، يعني الشيس الاخضر اللي بره ده العازل. انا هنا حاطه ايه، جنبي كابل باور. ادام كابل الكي ان اكس بتاعي معزول خلاص اقدر احط كابل الباور عادي من غير اي مسافات. طيب لو انا عندي بقى كابل الكي ان اكس مش معزول، يعني زي ما انتم شايفين كده ايه، السلكين الاحمر اسود ظاهر، وادي الكابل بتاع الباور، كابل الباور ايه، معزول. طيب اقدر احطهم جنب بعض من غير مسافه؟ لا، قال لك والله المسافه تكون بينهم اكبر من او يساوي 4 ملي متر. 4 طبعا مسافه صغيره، بس انت لازم تحافظ على المسافه دي. طبعا هي اكبر من 4 ملي متر، تمام. فانت بتحافظ على المسافه دي منهم عشان موضوع الكابلات الباور بتطلع الكترو ماجنتيك ويف وهتأثر لك على السيجنال بتاعتك، فأنت مش عايز ده، فأنت إيه؟ مش عايز ده. طب لو أنا عندي كابل الباور وكابل الكينكس مش معزولين، برضو هتحافظ على نفس المسافة ما بينهم اللي هي أكبر من أو يساوي 4 مللي متر. ها، اللي سأل السؤال اللي هو بتاع
لو انا احط كابل كي ان اكس وكابل باور في مشكلة معاه؟ الحالات اللي بيكون فيها مش معزول او معزول دي على حسب الموقع اللي انت فيها يا باشمهندس، يعني على حسب الكابل بتاعك. انت جيت مثلا تمشيه جنب كابل باور، كابل الباور جيت تحط مثلا كابل كي ان اكس بتاعك، الكابل الباور ما لقيتوش معزول، العزل اللي هو متعارف عليه يعني، وانت الكابل كي ان اكس بتاعك برضو جيت اللي انت شلت العزل اللي عليه عشان برضه تدي لنفسك براح في الاسلاك جوه، فالاتنين كده مش معزولين، فانت لازم تسيب مسافه بينهم. وانا عموما في المشاريع طبعا بحط ماسوره او كوندويت يمشي فيها كابل كي ان اكس بتاعي لوحده، تمام. بس انا بكلمك في حالات لو انت هتحط الكابل كي ان اكس مع كابل باور، ما يكونوا قريبين من بعض كفايه. في أي مشكلة يا شباب في السلايد دي؟ إن شاء الله يعني، يعني ممكن لو قابلني حاجة صور مواقع أو أي حاجة هنزل لكم إزاي أصلا كابل كي إن إكس برضه بيمشي في المواسير، صور إن شاء الله من الموقع بإذن الله. بس أنا بس عايزك تبقى فاهم الأساسيات بتاعتي، تمام. ما تدخلش نفسك في موضوع حالات أو مش حالات. الحالات دي يا شباب بتبقى على حسب الموقع اللي انت فيه وعلى حسب الاتفاق اللي انت بتتفق عليه مع المهندس اللي موجود. تمام كده يا شباب؟ طيب نخش بقى على اول كومبوننت عندي في السيستم اللي هو الباور سبلاي. الباور سبلاي بتاع الكي ان اكس بتاعي دي صورة بس توضيحية للباور سبلاي بتاعي. انا عندي الباور سبلاي ادي بياخد اللاين والنيوترال بتاعي اللي هو الكابل 230 فولت عادي، وطبعا لو في ارث عادي مفيش مشكلة، بس غالبا احنا مش بنستخدم الارث. طيب التكنيكال انفورميشن بتاع الجهاز ده ان انا بيخش له ال 230 فولت بتوعي بيطلع لي ايه؟ ال 30 فولت دي سي بتوعي، تمام. يعني انا بدخل كابل الباور، الباور سبلاي بيخرج لي ال 30 فولت دي سي ان الاجهزه محتاجاها. طيب الباور سبلاي ده ايه هي السبيكس اللي انا بركز عليه؟ يعني انا دلوقتي عايز اشتري باور سبلاي، فدلوقتي ايه السبيكس اللي انا بركز عليها بحيث ان انا اقدر ان انا اختار الباور سبلاي المناسب للمشروع او اللي يقدر يغذي الاجهزه بتاعتي؟ والله الستاندرد بتاعه في عندك ال 160 مللي امبير وال 320 وال 640 وال 960 وال 1280. المشهور ال 640 يعني ده المشهور قوي. ال 1280 مش كل المصنعين بيعملوه. وهوريك طبعا هي شنايدر تقريبا عندها ال 1280 مللي امبير. النقطة التانية الاوت بوت فولتج بتاعي في عندي ال 30 فولت دي سي وزي تشوك وال 30 فولت دي سي اللي هي البيور وزاوت تشوك. طيب بالنسبة بقى للتشوك اللي مش واضحة للناس، التشوك ده يا شباب ده بيبقى حاجة جوه الباور سبلاي، بتبقى حاجة الكترونيكس، تمام. بتعمل حاجتين، بتعمل حاجتين، بتقدر ان هي تقلل الديستربنس بتاعتي. الديستربنس اللي بتبقى موجوده في السيجنال. يعني بصوا الصوره اللي انا حاططها هنا دي والصوره اللي انا حاططها دي، ان انت عندك السيجنال بتاعتك اهي، بتلاقي هنا عندك السيجنال بتاعتك حصل
زي تشويه شويه في شكل السيجنال، بعد كده ايه بدات ان هي تكمل عادي. طب التشويه ده هو ده الديستربنس، عشان ما ياثركش على السيجنال بتاعتك، او لو انت عايز تنفذ حاجه معينه ممكن ما تنفذ، ممكن تتاخر، وهكذا ايا كان المشكله اللي انت هتواجهها. بس انا بكلمك الرول بتاع التشوك نفسه هو بيقلل الديستربنس اللي موجوده اللي ممكن تحصل على السيجنال بتاعتي، وان هو بيخليك تنقل السيجنال بتاعتك مع الباور. يعني انت هتطلع ال 30 فولت دي سي بتاعك عادي، وهتطلع السيجنال برضو معاها. في اي مشكلة يا شباب بالنسبة للجزئية بتاعت اللي تشوك؟ فهمتوا اللي تشوك دي اصلا بتستخدم ليه في الباور سبلاي؟ بتستخدم في الباور سبلاي عشان حاجتين، اللي انا اقلل الديستربنس بتاعي اللي بيحصل في السيجنال، وادي الشكل بتاع الديستربنس اللي ممكن يحصل في السيجنال، وكمان اللي انا اقدر اللي انا من خلال اللي تشوك دي احط السيجنال بتاعتي مع الباور. يعني انا اخرج ال 30 فولت دي سي اللي محتاجه الباور الكين نيكس ديفايس بتاعي، وكمان السيجنال بتاعتي اللي انا بقدر ان انا انقلها من خلال كابلات الكينكس. في اي مشكلة؟ طيب يبقى احنا كده مرة تانية عند الباور سبلاي بتاعي 30 فولت دي سي، تمام، وزي تشوك. اللي تشوك دي عرفنا ان هي الرولز بتاعتها حاجتين، التقليل ديستربنس، وان هي بتكاري السيجنال والباور، يعني تقدر تنقل السيجنال بتاعتك مع الباور. طيب في بعض الباور سبلايز بيحط لك ايه؟ بيحط لك اكزولري باور، او قصدي اكزولري فولتج اللي هو ال 30 فولت دي سي، ويجي يقول لك ايه والله انت عندك ال 30 فولت دي سي الاساسي بتاعت اللي تشوك بلس 30 فولت دي سي بيور وزاوت تشوك، ودي اوبشنال. انا كاتب لك اوبشن لان هي مش تلاقيها في كل الباور سبلايز، ودي عرفنا استخدامها اللي انا بستخدمها مثلا مع الاجهزه اللي محتاجه اكسترا فولتج زي التاتش سكرينز. طيب السلايد دي هبتدي اوضح لك من خلال الداتا شيتس السبيكس بتاعت الباور سبلاي بتاعي. انا عندي الصوره دي من كتالوج شنايدر. عندي كذا نوع مختلف من الباور سبلاي. بمعنى ايه يا شباب؟ بمعنى ان انا مثلا عندي الاوتبوت كارنت بتاع الباور سبلاي الاولاني ده، الباور سبلاي ده هو مديه الكود نمبر بتاعه بالام تي ان كذا كذا كذا، ده تبع شنايدر، تمام. قال لك والله ان الباور سبلاي ده ليه ايه؟ ليه اوتبوت كارنت مختلفين. يعني ايه؟ يعني انت عندك لو انت هتجيب الام تي ان اللي اخره 32 انت الاوتبوت كارنت بتاعك كام؟ 320. لو انت هتجيب اللي اخره 64 هتلاقي ان هو كام؟ 640 ملي امبير. طيب والله هو اقصى عدد من الاجهزه اللي يقدر يشيل الباور سبلاي ده ايه؟ قال لك والله 64. طيب الانبوت فولتج بتاعته اللي بتدخل له تبقى قد ايه؟ قال لك والله عندك من 110 ل 230 فولت. طب هو لما بيخش له ال 110 او 230 فولت بيخرج لك اوتبوت فولتج قد ايه؟ قال لك والله بيخرج لك كي ان اكس دي سي من 28 ل 31 فولت، من 28 ل 31 فولت. طيب بص بقى الباور سبلاي اللي جنبه ده، هتلاقي ان انت عندك اهو 320 و640. قال لك والله عدد الديفايسز اللي بيقدر يشيلها قد ايه؟ قال لك والله 256 جهاز. ويا شباب ال 256 جهاز او ال 64 جهاز هم متوقفين على الباور سبلاي يقدر يغذي كل الاجهزه دي ولا لا. عشان كده بيقول لك انت اقصى اجهزه تقدر تحطها هي ال 256 جهاز. طب الانبوت فولتج بتاعته؟ قال لك والله من 220 ل 240.
طب الاوتبوت فولتج قال لك برضه نفس الكلام من 28 ل 31 فولت، ده كان اكس. بص بقى ضايف لك ايه؟ قال لك والله الاديشنال اوتبوت، الاديشنال اوتبوت بتاعك ال 30 فولت سي اللي هي الاكسترا فولتج اللي انا او الاوكسيلري فولتج اللي انا بطلعه للاجهزه اللي محتاجه فولتج زياده. او دي جايه من الكتالوج بتاع شنايدر. لغايه دلوقتي في مشكله؟ طيب آخر حاجة وبرضه من الحاجات المهمة عشان تكون عارفها وانت بتجيب الأجهزة بتاعتك أو بتختارها وتبتدي اللي انت تخش في موضوع توصيف البانل بتاعتك، لأن طبعا الأجهزة دي تحطها في بانل، والبانل دي طب حجمها قد ايه، طب عدد الأجهزة اللي موجودة قد ايه، طب كل جهاز هيشغل حيز قد ايه، فكل ده لازم أعرفه. فبيجي يقول لك طيب في هنا سؤال من باشمهندس مينا، بص بص يا باشمهندس ميل، في اجهزه لما اجي اخش على السويتشنج هتلاقي ان انت في بنات بدخل لها لاين ومن والطرف الثاني تمام، انا بس مش عايز بقى الاحداث عشان اشرحها لك، يعني انا كده كده هشرحها لك. الكابل كي ان اكس انا شرحته لك لغايه دلوقتي ان هو ال 30 الاحمر والاسود ده بينقلوا لك الفولت بتاعك ال 30 فولت دي سي مع السيجنال بتاعك، الاصفر والابيض ده بينقل لك البيور 30 فولت الاجهزه اللي محتاجه ايه؟ محتاجه فولتج زياده تمام؟ الحته بتاعت السؤال اللي انت ساله ده هنبتدي نخش على الاكتويترز هتعرف بقى. طيب تعالوا نبص يا شباب كده لداتا شيت لباور سبلاي من شركه ليجراند، هتلاقي ان هو بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك والله اللي انت عندك لجراند كي ان اكس باور سبلاي اللي موجود التو مودلز اللي موجوده عندك والله 320 و 640. طيب الباور سبلاي ده يعني ايه محتاجه فولتج زياده؟ يعني باشمهندس محمد زي ما فهمتك لو انت عندك تاتش سكرينز في السيستم عندك، فالتاتش سكرين دي انت هتديها كابل كي ان اكس عادي اللي انت عارفه اللي هو الاحمر والاسود. طيب التاتش سكرين دي كمان بتحتاج فولتج زياده على 30 فولت اللي انت بتخرجه من خلال الاحمر والاسود ده عشان تشتغل، يعني التاتش سكرين بيبقى بقى في ويدجت وفي تعليق برايتلس وتقليل برايتلس، بيبقى طبعا نفس فكره التليفون يعني، فهي بتحتاج اكسترا فولتج زياده فانت بتغذيها من خلال ايه؟ الكابل الاصفر والابيض. باشمهندس علي التشوك دي على طول بعد انت لما بتدخل ال 220 فولت، لما بتدخل ال 220 فولت على الباور سبلاي بتاعك ويبتدي يطلع لك ال 30 فولت دي سي، بتعدي ال 30 فولت دي سي دي على التشوك، من خلال التشوك بيطلع لك عادي ال 30 فولت دي سي يا باشا مع نقل السيجنال كمان. مكانها فين بقى في الباور سبلاي؟ دي على حسب الباور الكترونكس بتاعت الباور سبلاي نفسها تمام، بس انا بفهمك ان التشوك دي بتاخد ال 30 فولت دي سي بتاعتك تمام، بتطلع لك الباور بتاعتك وتخليك تنقل السيجنال كمان. نكمل الداتا شيت دي. في باور سبلايز يا شباب بيبتدي ان هو يحط لك سبيكس كده زياده، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت عندك الباور سبلاي ده لو حصل اوفرلود بيبتدي مثلا ينور ليد معين. طيب انا دلوقتي وصلت الباور سبلاي بتاعي، الباور سبلاي اعرف منين ان هو شغال؟ يبتدي يشغل لك الباور بتاعك. دي طريقه لو انت تحط باور، دي طريقه طبعا في طريقه تانية لو الاجهزه اشتغلت يبقى كده الباور سبلاي شغال، فهو بيديك انديكيشن الباور بتاعك مثلا شغال. طيب زرار ريسيت ده، زرار ريسيت ده انت بتستخدمه ساعات
اللي انت تعمل ريسيت للسيستم بتاعك ازاي، اللي انت تبتدي تفصل خالص وبعدين تشغل تاني. دي ساعات بتحتاجها في بعض الاحيان يعني. طيب عندك الالكتر التكنيكال سبيكس بتاعته، عندك والله بيقول لك ان هو بياخد من 30 فولت 230 فولت، السمع فريكونسي 50، التيرمينال بتاعه الاسلاك بتاعه الباور، قال لك والله انت عندك الكابلين 2.5 مللي او ال1.5، تمام. طب الكونسومبشن، قال لك والله ان انت عندك الفولتج بتاعك الانبوت اللي بيخش له 230 فولت. طيب هو الباور سبلاي ده، الباور سبلاي ده مش برضه لما بيخش الباور نتيجة ان في باور الكترونكس جوه فبيحصل باور كونسومبشن؟ اه، قال لك بقى الموديل الاولاني اللي هو 320 وات بيحصل باور كونسومبشن بتاع 11.5 وات. طب الموديل التاني اللي هو 640، قال لك والله الباور كونسومبشن بتاعه 22 وات. يعني انت لو هتستخدم باور سبلاي اللي هو 320 ملي امبير، تمام، هتلاقي ان بيحصل استهلاك باور كونسومبشن 11.5 وات. طبعا دي ممكن تهم الناس اللي بتبص من ناحيه الانرجي سيفنج والحاجات دي، ان هو يبقى عامل مانجمنت للسيستم بتاعه ويعرف كل حاجه بتسحب قد ايه. بالنسبه بقى جزئيه الاوتبوت اللي بيخرج، قال لك والله بص 30 فولت دي سي، تمام، اس ال في دي اختصار لسيفتي اكسترا لو فولتج، يعني الاجهزه بتاعه الكي ان اكس يا شباب بيتقال عليها مسمى تاني اللي هو الاس ال في اللي هو السيفتي اكسترا لو فولتج، اللي هي ما تكهربش يعني، تمام، يعني اكسترا لو فولتج، اقل من لو فولتج كمان، تمام. قال لك والله ايه انتجريتد شوك. طب انا في اوتبوت تاني بخرجه ايه هو؟ قال لك والله ال 30 فولت دي سي من غير تشوك، دي اللي انا لسه شارحها، اللي هي دي. انا عندي الاحمر والاسود اهو اللي هو البوزيتيف والنيجاتيف، دول كابل الكي ان اكس. بص هو حتى موضح لك هنا كابل الكي ان اكس والمخرج التاني اللي هو البيور 30 فولت دي سي من غير اللي تشوك، اللي هي بتخش طبعا على الاجهزه اللي محتاجه فولتج غير الكابل بتاع الكي ان اكس. في لغايه دلوقتي مشكله؟ طيب الجزئية بتاعت الكونكشن بقى، طبعا أي داتا شيت يا شباب بتفتحها هتلاقي فيها توصيف الحاجة بتاعتك أو الجهاز بتاعك مع الكونكشن. يعني دلوقتي هو بيقول لك إيه؟ والله الكونكشن بتاعك، الكونكشن بتاعك عندك بيخش لك على الباور سبلاي كابل الباور اللي هو اللاين والنيوترال، طبعا آد السيركت بريكر، تمام، وبعدين بيجي يقول لك والله أنت عندك الأحمر والأسود دول او البن او التو بنز دول اللي على اليمين دول خاصين بكابل كي ان اكس او الفردتين بتوع الكي ان اكس اللي هم الاحمر والاسود والله، والاتنين بن التانيين خاصين بان هم يخرجوا لك 30 فولت دي سي بيور من غير تشوك، تمام. ويبتدي هنا يوضح لك في الجزئيه دي الديسكريبشن، بيقول لك والله انت عندك دي الباور ليد، عندك والله دي الاوفر لود اللي ممكن يحصل نتيجة بقى اوفر فولتج شورت سيركت، فيبتدي يديك انديكيشن لو في مشكلة، تمام. وبيبتدي يشرح لك يا شباب هنا ايه، بيقول لك والله انت عندك لمبة الباور لو نورت اخضر يبقى انت عندك الدنيا تمام وزي الفل، تمام، لو لمبة الاوفرلود نورت احمر يبقى انت في عندك مشكلة اوفرلود اللي هو الاوفر فولتج اللي بيحصل او الشورت سيركت. وابتدي بيقول لك والله انت عندك الريسيت بوتن لو عملت هولد كذا 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 هيبتدي ان هو يفصل الباور لمدة 20 ثانية. كل حاجة بتبقى موجودة يا شباب، كل حاجة بتبقى موجودة في الـ في الـ في الداتا شيت اللي تخص اي جهاز كينكس. في لغاية دلوقتي اي مشكلة؟ طيب تعال اوريكم داتا شيت تانية تخص باور سبلاي بتاع شنايدر. الداتا شيت دي يا شباب بيوريك هنا ايه؟ بيوريك هنا ازاي اصلا تركب مثلا الجهاز بتاعك. يعني هنا انت بتحطه على دين ريل، الدين ريل دي
طبعا الدين ريل بتبقى واحده، والاجهزه نفسها لما بتركب على الدين ريل الفتحه بتاعتها ثابته في كل الاجهزه، لان الدايمنشن بتاع الدين ريل ثابت، الارتفاع بتاعه ثابت. تمام، بيجي يقول لك والله بتدخل هي اللاين والنيوترال بتوعك. عندك لو انا جيت زومت بس كده، عندك بيبتدي ان هو يشرح لك، هو عامل لك مثلا ليبلنج هنا ايه وهنا بي وهنا سي وهنا دي وهنا ايه، بيبتدي يقول لك هنا بقى طبعا مكتوب بكذا لغه، تمام مكتوب بكذا لغه، بيقول لك والله ان انت عندك الاي دي المينز كونكشن اللاين والنيوترال والارث بتوعك، عندك والله رقم بي دي السيجنال كونتاكت هشرحها لك، انا عارف انت تسال فيها هشرحها لك، عندك رقم سي ده الاستيتس بتاع الليد، بيعرفك بقى في مشكله في الباور شغال ولا لا او غيره، قال لك والله ان دي ده كابل كي ان اكس، كي ان اكس باس اوتبوت، وعندك رقم ايه هو ال 30 فولت دي سي البيور، البيور اللي بيخرجوا زاويه شوك. طيب جزئيه بقى السيجنال كونتاكت دي، لان انا في ناس هتسالني فيه. بصوا يا شباب انا هاجي هنا كده هشرحها على جنب. انت دلوقتي الباور سبلاي بتاعك، ادي انا عندي الباور سبلاي بتاعي اللي هو بتاع شنايدر، والسيجنال كونتاكت دي مش موجوده في كل الباور سبلايز، انا بشرحها لك في جزئيه وليه حاططها مثلا في شنايدر، ادي البنتين اللي هم بتوع السيجنال كونتاكت. انا دلوقتي والله حصل عندي مشكله في الباور سبلاي، اوفرلود اوفر فولتج، فانا بيبقى عندي زي كونتاكت كده ممكن اوصل عليها ليد، يعني ادي اللاين هو بتبقى ريلي، يعني بتبقى ريلي اصلا او سويتش، بيبقى عندي هنا لاين مثلا واحط ايه لمبه كده انديكيشن، والله لو حصل مشكله في الباور سبلاي اللمبه دي تنور مثلا، اللمبه دي ممكن احطها مثلا بره اللوحه، مش لازم افتح وابص اشوف الباور سبلاي فيه مشكله ولا لا. طيب هو موضوع متوقف على لمبه بس؟ لا، قال لك والله انت ممكن ما تحطش لمبه اصلا، يعني انت ما تحطش لمبه. طب انا ممكن احط ايه؟ ممكن تربط السيجنال كونتاكت دي يا شباب وليكن بسايرين، باي حاجه، بحيث ان هو لو حصل اي مشكله مثلا في الباور سبلاي الكونتاكت دي او السويتش ده يقفل ويبتدي ان هو يمرر اللاين بتاعك في مثلا ايا كان الحل اللي انت عايزه. طيب انا دلوقتي كباشمهندس محمد انا عرفت المعلومه دي منين؟ انا عرفت والله المعلومه دي ان انا دخلت دورت، تمام، فتحت شنايدر اللي هو السبيكس بتاعت الباور سبلاي، وانا هوريكوا دلوقتي، انا هوريك دلوقتي ازاي بتخش بتدور. يعني انا دلوقتي عندي والله الام تي ان 6513 اهو، خدت كوبي، خدت الاوردر كود او الكود بتاع الجهاز بتاعي، قمت انا حط بيست هنا، قمت ايه هيبتدي ان هو اخش على الموقع بتاع شنايدر وابتدي ابص. اهو ده الجهاز بتاعي، ده اللاين والنيوترال والارث، وادي السيجنال كونتاكت، وادي الليد اللي احنا كنا بنتكلم عنه. طيب هو مديك بقى هنا ايه الدوكيمنت بتاعتك، الدوكيمنت بتاعتك بتبتدي ان انت تعرف والله ده الداتا شيت بتاعي وليكن انا عايز اعرف الداتا شيت اللي يخص مثلا الباور سبلاي ده. طب انا عايز اعرف اليوزر جايد اللي انا لسه موريه لكم، اللي انا كنت لسه بشرح عليه اللي هو ازاي تعمل انستليشن وكده، تبتدي احط لك الداتا شيت بتاعت الجهاز كله. طيب انا دلوقتي الانستراكشن شيت ده، انا جيت فتحت الشيت ده يا شباب، ابتديت ان انا عايز اعرف السيجنال كونتاكت دي بتعمل ايه، والله نزلت لقيت ان هو عامل موضوع عن السيجنال كونتاكت، فانا قمت دايس ايه على السيجنال كونتاكت دي اللي هي مكتوبه رقم دي، قال لك والله اختصارا للكلام اللي موجود ده ان السيجنال كونتاكت دي هي بوتنشال فري ريلي عادي جدا موجود، بيحصل امتى؟ قال لك والله الكونتاكت ده بيقفل امتى؟ قال لك بيقفل ديورنج النورمال اوبريشن اند اوبن، بيفتح ديورنج الفولتي اوبريشن. يعني انا دلوقتي شغال عادي جدا موصل باور والدنيا تمام، السيجنال دي مقفوله اللي هي السيجنال كونتاكت دي مقفوله. طيب السيجنال دي تفتح امتى؟ يعني دلوقتي حاطط ليد بره
على اللوحة، الليد اللي بره اللي على اللوحة دي شغالة، تمام؟ شغالة يبقى أنا الدنيا عندي تمام زي الفل. طيب أنا عندي اللمبة دي فصلت، يبقى أنا كده عندي في مشكلة، والمشاكل دي يا إما أوفرلود بيحصل يا إما شورت سيركت بيحصل. كل الكلام يا شباب، أي حاجة يا شباب تخص الكين اكس ديفايس، حاجة أنت مش فاهمها، أنت بتخش على المانوال، بتخش على الموقع، تجيب الكود بتاع الجهاز، تبتدي تحط وتخش وتنزل الداتا شيت بتاع الجهاز والمانوال بتاع الجهاز، كل حاجة هو موجودة أو تخص الجهاز هو شارحها. في أي مشكلة في الجزئية بتاعت الانستراكشن شيت اللي أنا شرحتها دي يا شباب، حتة السيجنال كونتاكت دي تمام عند الناس كلها؟ طيب هنا بيوريك التكنيكال داتا بتاع طبعا الباور سبلاي. طبعا احنا خلاص ايه عرفناها، عرفنا مثلا الجزئية بتاعت ان الجهاز مثلا 220 فولت، والله الباور اللي بيخرجه وليكن من 28 ل 31، انت عندك 3 موديلز 320 ملي امبير و640 وال1280، كل حاجة تخص الجهاز موجودة في الشيت اللي موجود قدامنا ده. وكل يا شباب الماتيريالز اللي موجودة هنا انا هنزلها لكم ان شاء الله على الجروب بإذن الله. طيب الحته بتاعت الديفايس ويتس دي عشان انا تقريبا ما شرحتهاش. بص يا شباب، وانا بصمم البانل بتاعتي، يعني انا خلاص اخترت الاجهزه، هتبتدي ان انا بقى احط الدايمنشنز بتاعت الاجهزه بتاعتي عشان اعرف البانل بتاعتي هتبقى الدايمنشن قد ايه. طيب انا دلوقتي عندي الباور سبلاي اللي هو الاوردر كود ام تي ان اخره 32، قال لك والله ان هو بياخد 4 مديول. طب ايه المديول دي؟ دي المديول ده وصف يعني متر سنتي اي حاجه عرفني. قال لك والله هنا ان الواحد مديول بيساوي 18 مللي، يعني انت عندك لما اقول لك واحد مديول يبقى انت 18 مللي، 4 مديول يبقى تضرب الاربعه بتاعتك في ال 18 هتعرف ان الجهاز بتاعك ده الويدث بتاعه اللي هيتحط على الدين ريل قد ايه. طيب الحته بتاعت السيجنال كونتاكت تاني يا شباب، السيجنال كونتاكت بتاعتي انا بوصل عليها حمل وليكن يا شباب لمبه مثلا، لمبه ليد، تمام؟ دلوقتي انا شغلت الباور سبلاي بتاعي، اديته لاين ونيوترال عادي، ابتدى ان هو يشتغل معايا، فاللمبه دي منوره، فالسيجنال كونتاكت ده قفل، فاللمبه دي دخلها اللاين وغزاها، فابتدت ان هي تشتغل. طب هي اشتغلت خلاص، انا كده تمام، والباور بتاعي تمام، باور سبلاي بتاعي ما فيهوش اي مشكله. طيب ابتديت اللي انا وانا ماشي كده خدت بالي من اللوحه ان مثلا اللمبه دي فصل، او انا قاعد مثلا في الاوضه لقيت مثلا الاجهزه بتاعتي فصل، يعني مش لازم اعدي على اللوحه، لقيت الاجهزه فصل، فابتديت اروح للوحه ابص لقيت اللمبه فصل، يبقى انا عندي الباور فيه مشكله. طب الباور ده اوفرلود ولا شورت سيركت؟ ابتدي اللي انا اعرف، وهو الباور سبلاي بيحدد لك ايه المشكله اللي هو فيه، يعني في اوفر فولتج والله هينور لك اللمبه او الليد بتاع الاوفر فولتج. تمام كده يا باشمهندس محمود؟ طيب نبتدي ان احنا نخش على الاكتويتر بتاعي. انا عندي اللي انا هشرحهم سويتشنج اكتويتر، ديمنج اكتويتر، بلايند اكتويتر. طيب انا هعرف ايه الحاجات يا شباب اللي انا بركز عليها في اختياري للاكتويترز بتاعتي. انا عندي بالنسبه للسويتشنج اكتويتر النمبر ريت اوف تشانل اللي ستاندرد عندي والله الواحد والاثنين والاربعه والسته والثمانيه وهكذا لغايه 24، تمام؟ دي بعرف عدد الشان، يعني مثلا انا عندي مثلا وليكن 16 لمبه او 16 لينيه اضاءات،
بشوف ببتدي ابص بقى. طب انا ال 16 احطهم مثلا على الباور، على سويتش اكتويتور كام تشانل، ابتدي ان انا احدد. اه والله انا هجيب 16 تشانل، يبقى خلاص انا كده الستاندرد بتاعي هجيب سويتش اكتويتور 16 ايه تشانل. ايوه يا باشمهندس محمد عبد الله، وانت شغال اللمبه مقفوله، سيجنال كونتاكت دي مقفوله، وانت عندك مشكله بتبتدي ان هي اللمبه دي او السيجنال كونتاكت ده يفتح. وطبعا الكلام ده موجود هنا، يعني هتلاقي ان هو اصلا شرحها لك، بيقول لك ان الكونتاكت دي بتقفل من خلال نورمال اوبريشن، وبتفتح غير خلال فولتي اوبريشن. الفولتي اوبريشن وقال لك ان انت عندك الفولتي اوبريشن بتاعتك يا اما شورت سيركت او اوفر لود او اوفر فولتج. طيب النقطه الثانيه يا شباب اللي انا بركز عليها على السويتشنج اكتويتر، اللي تشانل امبير ريتنج، يعني اللي تشانل بتاعتي ده، اللي تشانل بتاعتي دي تقدر تشيل امبير قد ايه؟ تمام، امبير قد ايه؟ فقال لك والله انت عندك ال 6 امبير وال 10 امبير وال 16 امبير وال 20 امبير، يعني تشانل واحده. وانا هوريك ايه اللي تشانل دي، يعني انا هوريك يعني ايه تشانل اصلا، بس انا بفهمك ايه الحاجات اللي انت بتركز عليها المسميات عشان تبقى عارف انت بتختار ايه. اه يا باشمهندس وقام، اكيد بيبقى فيه سبير، يعني انا مش هجيب 16 هجيب او جايب 16، بس انا بس بفهمك الفكره بس في العموم كجنرال. لا انت بتحط سبير حوالي بص ال 10%، تمام، بيبقى زيادات، يعني انت ما بتاخدش الاكتويتر كله على احمالك كلها، لا انت بتسيب برضه سبير عشان لو حصل اي حاجه بعد كده. طب النقطه التالته المانوال كنترول في الاكتويتر يا شباب، انا لما اجي اشرحها هتلاقي ان في حاجه اسمها مانوال مود. المانوال مود دي اللي انت تقدر ان انت تتحكم في الاحمال بتاعتك من خلال الاكتويتر، يعني بيبقى فيه زي بوتونز كده بتدوس عليها، وليكن مثلا هدوس على البوتون رقم ايه فيبتدي ان هو يقفل لي تشانل رقم ايه وهكذا. طيب السويتش اكتويتر احنا كده عرفنا الحاجات اللي احنا بنركز عليها، تعال نخش بقى على السويتش اكتويتر. طيب السويتش اكتويتر طبعا بيبقى فيه طبعا براندات كتير، بس انا مركز لك ايه، جايب لك السلايد دي برضو من الكتالوج بتاع شنايدر. تعال نقرا كده واحده واحده ونعرف ايه الدنيا بتاعت السويتشنج اكتويتر دي. قال لك والله انت عندك اكتويتر زي ده، الكونتاكت بتاعته السويتش كونتاكت 8 كونتاكت، 8 كونتاكت، يعني هو فيه 8 شانل. طب الويتس بتاعه اللي هيبقى حيز شغله، يعني الاكتويتر ده الحيز اللي هو هيشغله قد ايه؟ قال لك والله 4 موديول، والموديول عرفنا ان هو ايه 18 مللي. طيب المانوال مود، المانوال مود، المانوال اللي انا قلت لك زي ما شرحت لك ان انت بتقدر تتحكم في احمالك من خلال الاكتويتر نفسه، الاكتويتر تدوس على الزرار بتاع الاكتويتر تقفله وهكذا، تمام. بيبتدي ان هو يقول لك اه هو انت عندك المانوال مود ولا لا. طب النومينال فولتج بتاعك شغال عند ايه؟ قال لك والله هو شغال ده مثلا 250 فولت، طبعا و220 و230 عادي، بس هو بيديك الماكسيموم بتاعك. بيبتدي يقول لك والله الاكتويتر ده الشانل بتاعته تشيل احمال قد ايه، واحمال لمض مختلفه، يعني انت لو هتحط انكانسنت لام هيقول لك والله انا هتحط مثلا على الشانل تقدر تشيل لغايه 2300 واط، الهالوجين 2300، تمام. في اكتويترز هنا زي اللي هو التالت اللي انا مشاور عليه ده هيبتدي ان هو يحط يقدر ان هو يشيل فلورسنت لام وهكذا، بتختلف الاحمال بتاعتك وانت بتشوف برضو الداتا شيت بتاع الجهاز بتاعك، وبتقدر تعرف التشانل بتاعتك دي تقدر تشيل قد ايه. طيب عشان بس جزئيه التشانل دي تعال اوريها لك. بص يا شباب دي كده اللي انا مشاور عليها دي كده اسمها تشانل، دي كده اسمها ايه تشانل. طب التشانل دي بتاعت السويتشنج ايه الكونكشن بتاعها؟ قال لك والله رقم واحد ده بتدخل مثلا بتدخل عليه اللاين، بتدخل عليه اللاين، ورقم اتنين بيبقى اللود بتاعك، بيبقى ايه اللود بتاعك. طيب انا دلوقتي انا بعرف ازاي، بعرف ازاي التوصيل بتاع الجهاز بتاعي ده. بص هنا زي ما انا شرحت لك بيقول لك ان انت عندك تشانل رقم ايه، بص هو كاتب لك ايه على الجهاز ايه، دي تشانل رقم ايه، دي كده الاتنين دول او البنتين دول الشانل ايه.
التشان ايه البن رقم واحدة ده بتخش لاين، تدخل عليها لاين. طب والبن التانية؟ قال لك والله بتحط عليها اللود بتاعك، سواء بقى انت اللود بتاعك هتحطه مثلا فلوريسنت هالوجين على حسب. تمام، نفس الكلام تشانل بي، نفس الكلام تشانل سي، نفس الكلام تشانل دي. طيب ايه بقى ايه وبي وسي ودي؟ دي يا شباب المانوال بوتنس اللي انا كلمتك فيها، اللي انا دلوقتي تشانل اي دي اقدر ان انا افصلها من الجهاز بتاعي من خلال الزرار ده. يعني هدوس على الزرار رقم ايه هفصل التشانل رقم ايه، فيبتدي ان هو يفصل اللاين ده او يفتح الكونتاكت، بيفتح الكونتاكت بتاع تشانل ايه، فتبتدي ايه اللود بتاعي ده يفصل. نفس الكلام تشانل بي وسي ودي. طيب عندي مثلا بيقول لك والله ان انت عندك ده الكابل كي ان اكس بتاعك. تمام، وكان في باشمهندس كان بيسأل حوار ان انا الاجهزه بتاعتي بتاخد لاين ونيوترون من لوحه ولا كابل كي ان اكس. بص يا باشمهندس، ده الجهاز بتاع السويتشنج اكتويتر بتاع الكي ان اكس، بياخد الكابل كي ان اكس عادي. كل اجهزه شباب الكي ان اكس تاخد لازم تاخد كابل كي ان اكس. اللاين والنيوترال دي في البنات بتاعتك اللي فوق دي بقى، اللي انت هتحط عليها احمالك، لان الحمل بيشتغل ب 220 عادي، فانت بتدخل بن هنا 220، تبتدي ان انت تقفل الشانل ايه، فالكونتاكت ده يقفل، فالتيار يعدي يشغل لك اللود. في اي مشكلة يا شباب لغاية دلوقتي؟ حد عنده اي مشكلة؟ اه يا شباب التشانل بتشيل لينيا، لينيا عايز تحط لمبه براحتك، بس الارقام اللي انا قلت لك بتشيل ده الماكسيم، يعني 1300 واط، هو ده 1300 واط اقصى واط تقدر تحطه على التشانل. عايز تحط لمبه بتاع 20 واط براحتك، ده حاجه ترجع لك انت. اه يا باشمهندس محمود، ايوه اللي تشوك ال 30 فولت سي، بس دي بتنقل السيجنال مع الباور اللي بيغذي الاجهزه عادي، لكن في اجهزه بتاخد كابل كي ان اكس واكسترا باور اللي هو الاوكسلري باور اللي موجود في الباور سبلاي اللي وريته لك، اللي هو السلكتين الاصفر والابيض. طيب يا شباب تعال نخش برضه على الداتا شيت بتاع شنايدر ده، واوريك اصلا بيبقى معمول في ايه. بيوريك هنا، بيعرفك طبعا يا شباب ان انت عندك ده الكود بتاع السويتش اكتويتر ده، ويبتدي ان هو يفصصهولك. يفصصهولك ازاي؟ يقول لك والله هحط لك ليبلز، وكل ليبل تمام هقول لك دي بتعمل تخص ايه. يعني عندك مثلا ليبل رقم ايه ده التيرمينالز اللي هي بتاعت الكي ان اكس، تمام، اللي هي الاربعه ايه الاربعه كود بيرز اللي موجودين. بص يا باشمهندس محمد، انت عندك زي ما انت بتقول لي 5 لمبات، كل لمبة 20 واط. تمام، يعني انت كده عندك 100 واط، 100 واط هتحطها على تشانل واحدة. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي ده السويتش اكتويتور الشباب بتاعك، ده السويتش اكتويتور بتاعك، ومحمد بيقول لي ان انا عندي كام، 5 لمبات، كل لمبة في 20 واط، في 20 ايه، في 20 واط. طيب انا جيت بصيت على الداتا شيت بتاع الجهاز، لقيت والله ان اللي تشانل الواحده بتقدر تشيل لغايه 2300، فانا عندي دلوقتي ادي ال5 لمبات بتوعي 2 3 4 5. تمام، النيوترال بتاعهم عادي بيروح على اللوحه، النيوترال اللي انت بتوحده، والراجع بتاعهم انا عندي مثلا دي تشانل ايه، تشانل ايه ادي البنتين بتوعي اللي هم رقم واحد ورقم اتنين، فابتدي ايه ادي هنا لاين، وابتدي اخد الراجع بتاع اللينيا دي على الاتنين دي، وهنا في زي سويتش كونتاكت،
اديت امر من عندي ان ان الشانل دي تفصل، قصدي ان الشانل دي تشتغل، فيبتدي ان هو يوصل ما بينهم، فاللينيا بتاعتي تشتغل، فالاحمال بتاعتي تنور. خلاص الاحمال كلها نورت. واضحه كده يا باشمهندس محمد؟ المحاضرة دي يا شباب، بس هي أنا عارف إن في ناس أول مرة تسمع الكلام ده، وأنا باخدها معاكم يعني واحدة واحدة على قد ما أقدر، وكده كده الفيديو بيبقى مسجل، شوف مرة واتنين وتلاتة، أي مشكلة ابعت لي، تمام؟ مفيش أي مشكلة، بس أنا عايزك بس تكون مركز معايا، يعني في تفاصيل تقع منك عشان الكلام أول مرة، مفيش مشكلة عادي، بس أنت تبقى على الأقل فاهم البيزكس اللي أنا بشرح فيها. طيب نكمل هنا، بيوصف لك بقى يا شباب الليبلز اللي هو عاملها او مشاور لك عليها دي. يعني بيقول لك والله ان الليبل رقم ايه ده، بص هو مزهم لك عليه، قال لك والله بياخد كابل كي ان اكس، اللي هم الاربعه كور، اللي هم الاربعه كور بيرس. ليه بيقول لك اربعه كور بيرس؟ فاكرين الكونكتور يا شباب؟ هجيبه لكم تاني اهو. الكونكتور زي ما قلت لك كل واحده بتاخد اربعه، فهو بيقول لك والله دول أربعة كور بيرس. كور بيرس لأن أنت عندك أربعة حمر وأربعة سود، تمام؟ عندك بيقول لك إيه؟ بيقول لك والله إن أنت عندك رقم بي ده، ده كفر عادي، ده كفر، أنت بتحط كابل كي إن إكس وتحط الكفر ده فوقيه عادي. عندك وراه رقم سي ده اسمه بروجرامينج بوتو. لما نيجي نخش في موضوع الإي تي إس هبتدي أكلمك عن إيه البروجرامينج بوتو. طيب الرقم دي بيقول لك بروجرامنج ليد، انت لما بتيجي تبرمج بتدوس على زرار السي فاللمبه بتاعت دي تنور، فكده انت دخلت في مرحله البرمجه. طيب رقم اي ده، دي ليد بتوضح لك ان الجهاز شغال معاك ولا لا، بيقول لك جرين ليد، يعني الجهاز شغال تمام، الجهاز فيه مشكله اللمبه دي بتبقى شغاله. طب رقم اف ده المانوال سويتش اللي انا لسه شرحه لك، اللي انت تقدر تتحكم مانوال من الجهاز نفسه. دي التيرمينالز بتاعتك اللي بتحط عليها الاحمال، تمام، بتاعه السويتش اكتويتر بتاعك، تمام. تكمله هو هنا بيوضح لك ازاي اصلا تحط الجهاز بتاعك وتوصله بكابل كي ان اكس، تمام. يبتدي يحط لك في الاخر التكنيكال بتاعه الجهاز بتاعك، التكنيكال بتاع الجهاز بتاعك، يعني يقول لك مثلا الجهاز ده مثلا بياخد والله فروم باص 24 فولت، تمام. الباور كونسامبشن بتاعه 12.5 مللي امبير. الباور كونسامبشن ده مهم يا شباب، بتعرفه اكيد عشان وانت بتجيب الباور سبلاي بتاعك، يعني انت بتجيب الاجهزه بتاعتك سويتشنج بقى ديمنج شاتر غيره، تعرف كل جهاز الباور كونسامبشن بتاعته قد ايه، فمن خلالها بتقدر تحدد الباور سبلاي اللي هيشيل كل الاجهزه ده قد ايه. لا الاكتويتر مش عارف، انا لسه ما دخلتش في الديمينج. هو الاكتويتر السويتشنج اكتويتر، انا عندي هنا بالنسبه اللي انا بشرحه لك هو واخد كابل كي ان اكس بس عشان يشتغل. اللاين والنيوترال بقى هو ما بيدخلوش نيوترال، هو انا قلت لك اللاين بيخش فوق عند البن دي، ده اللاين، اللاين بتاعك اللي بيجي من اللوحه عادي بيخش على البن دي، تمام. وادي الحمل بتاعك ال 220، تدي اوردر يبتدي ان هو يقفل البن دي تشغل لك اللود بس. طيب انا شايف ان في ناس شايفه ارقام فوق كده مش عارفه توصيف الارقام دي. بصوا يا شباب توصيف الارقام دي لما هيجي يكتب لك مثلا 2 في 230 على 300، دي توصيفها ايه؟ تبقى مكتوبه مثلا في حاجات زي شنايدر، حاجات تخص اي بي بي، تمام. هتلاقي ان هو مثلا كاتب لك 8 اكس 230 على 6، دي معناها ايه؟ معناها هنا ان انت عندك الاثنين دي عدد اللي تشانل او الاوتبوتس، اللي تشانل زي ما انا شرحتها لك تشانل اي وبي وسي ودي اللي هي في الاكتويتر اللي فات، دي عدد اللي تشانل اللي موجوده في الاكتويتر. طب ايه ال 230 دي؟ قال لك والله ال 230 دي الفولتج اوبريشن اللي بيشتغل عليها الجهاز. طب ال 300 واط، 300 واط دي التشانل واتج اللي بتقدر التشانل تشيلها،
يعني مثال تاني، انا عندي دلوقتي سويتش ات تويتو بتاع شنايدر كاتب لي ايه؟ كاتب لي والله انت عندك 8 اكس 230 على الست، تمام. دي معناها ايه بقى هنا؟ دي معناها 8 اتشانل 230 فولت على 6 امبير. ال 6 امبير دي يا شباب، ال 6 امبير دي يا شباب دي الامبير بتاع التشانل الواحده. ولو بيكتبها لك وات بيكتب لك مثلا 300 وات 500 وات على حسب، كل شركه وليها توصيفها عادي. بس انا بكلمك ان 8 في 230 الحاجات دي بتبقى اغلى في الشركات معتمداها. في اي مشكله في السويتش اكتويتور يا شباب؟ حتى عنده اي مشكله؟ طيب انا بس حابب اوريكم فيديو لسويتش اكتويتر بيتوصل ازاي وكده، دي تبع شركة ساتل. تعالوا نشوف الفيديو كده. بصوا هنا يا شباب، خد كابل الكي ان اكس عادي، تمام، خد كابل الكي ان اكس عادي، وادي اللاين والنيوترال، ادي اللاين بتاعي اللي بيخش على الشانل، اقصد اللاين بتاعي مش النيوترال، اللاين بتاعي، تمام. وهنا يا شباب انا بس بوريك ازاي بيتوصل في العموم يعني، وازاي الحمل بتاعك هيشتغل. ابتدى ان هو وصل الحمل بتاعه وادي النيوترال، تمام، فكك من الزيادات دي، انا بس افهمك. ابتدى ان هو الكابل كي ان اكس اهو، كابل الكي ان اكس اهو، خد الاوردر، كابل كي ان اكس خد الاوردر ان هو يشغل الحمل اللي موجود، فابتدى ان هو خد الاكشن، فابتدى ان هو يشغل الحمل بتاعه. في اي مشكلة يا شباب لغاية دلوقتي في سويتش اكتويتر؟ حد عنده حاجة مش فاهمها، حاجة مش واضحة؟ طيب نخش على الاكتويتر التاني اللي هو الديمينج. الديمينج عدد التشانل الستاندرد الموجودة 1 و2 و4 و6، تمام. عندك اللي مشهورين 1 و2 و4، 6 مش كله بيصنعه، بس هو موجود عادي، هتلاقيه في كتالوج لشركات تانية. طب تاني حاجة اللي تشانل واتج أو الأمبير ريتنج. اللي تشانل واتج اللي تقدر تشيلها اللي تشانل، أو الأمبير اللي تقدر اللي تشانل تشيله. عندك والله الستاندرد اللي موجود 150 و250 لغاية 1000، تمام. عندك والله الأمبير اللي يقدر يشيله، عندك 2 أمبير أو 4 أمبير أو 6 أمبير. عندك المانوال كنترول، هل في مانوال كنترول ولا لا؟ في حاجه انا كاتبها اسمها بارل اوبريشن، تمام. عشان الوقت اتاخر انا مش عايز ادخلكم في موضوع بارل اوبريشن دلوقتي، خليها السيشن الجاي عشان بس المعلومات تخش في بعضها. انا اللي يهمني دلوقتي افتح لك الديمينج اكتويتر واوضح لك الداتا شيت بيتقري ازاي. هتلاقي ان انت عندك مثلا ديمينج اكتويتر ده اللي انا فيه، عدد اللي تشانل فيه 2، تمام. المديول او الويدس بتاعه بيبقى 4 موديول، وعرفنا ان الموديول 18 ملي، عرفنا ان هو بياخد 220 فولت، تمام. عرفنا ان بيوصف لك برضو الاحمال او كل تشانل ممكن تشيل احمال قد ايه، تمام. لما يقول 2 في 300، 2 في 150، دي يا شباب موضوع البارل اوبريشن انا مش عايز ادخلك فيه دلوقتي، هخليه السيشن الجاي عشان بس الناس ما تطوش. طيب تعالوا نشوف كده داتا شيت يخص الديمينج.
هتلاقي نفس الفكره يا شباب. هنا مثلا شنايدر بتعمل حاجه جميله، ان هي بتقول لك ايه، بتقول لك والله انت عندك ديمنج اكتويتر 2 تشانل، طبعا على عمتكم بقى طيروا الكلام ده، قال لك 2 في 230 على 300، الاثنين دي عدد التشانل، عندي 2 ال 230 230 فولت، ال 300 واط ده التشانل واتج، التشانل تقدر تشيل واط قد ايه، فقال لك 300. وعندك موديل تاني اللي هو الاربعه، اللي هو الايه، الاربعه تشانل. هنا بقى بيبتدي يوضح لك الليبلز اللي هو عاملها، قال لك والله ان الليبل رقم ايه ده، ده الخاص بالباس كونكشن اللي هو بتاع الكينكس، تمام، البي دي الكفر، عندك رقم اي دي اللي هي اللمبه من ديالك جرين، يبقى انت عندك الجهاز شغال وزي الفل. عندك السكروز اللي تحت او البنات اللي تحت دي اللي هي بتاعت اللاين والنيوت اللاين والاحمال بتاعتك. بيبتدي ان هو يوريك جهاز الديمينج ده بيتوصل ازاي على الاحمال بتاعتك، يعني جهاز زي بتاع شنايدر ده، وهنا شارح على الاربعه شانل، تمام. بيقول لك والله انت عندك ادي هنا بتحط اللاين، وابتدي ان انت تعمل بريدج مع اللاين اللي هناك اللي هيشغل الشانل دي، تمام، وبتدي له هنا نيوترال، وادي الحمل بتاعك. طيب واحد هيجي يسالني سؤال يقول لي دلوقتي محطوط لاين ونيوترال واللود، ليه؟ يعني انت في الديمنج انت ليه حاطط لاين نيوترال وادي اللود؟ بص يا شباب، انت لما بتيجي تقول للديمنج اكتويتر والله انا عايز اللمبه اللي موجوده دي تشغلها لي عند 50%. طيب 50% بالنسبه لايه؟ يعني 50% بالنسبه لايه بالظبط؟ فانت لازم يبقى عندك ريفرنس. لما بديه لاين ونيوترال يبقى انا كده مثلا اللاين ونيوترال اللي عندي جيت اشيك على الفولتج اللي خارج لقيته مثلا 215، فانا دلوقتي بقول له والله 50% انا عايزك تشغل ده عند 50%، ف 50% دي بتضربها في الايه، في ال 215 بتوعك، فيبتدي يشغل لك اللمبه على السيل فولتج ده. فانت لازم تبقى فاهم ان اللاين والنيوتر اللي موجودين في الديمنج اكتويتر ده، وادي الحمل بتاعك متوصل على السهم والشرطه دي، تمام، ده ما هو الا ان هو لازم يبقى فيه ريفرنس بالنسبه للاكتويتر نفسه، يقدر ان هو يسنس عليه فيبتدي ان هو ياخد الاكشن على اساس الريفرنس اللي موجود. في اي مشكله دلوقتي يا شباب بالنسبه للديمينج اكتويتر؟ عرفنا ازاي الديمينج اكتويتر بقدر ان انا اوصفه، عرفنا ازاي الداتا شيت بتاعته ايه اللي ممكن يبقى فيها، ايه التوصيفات اللي هي بتبقى فيها. طيب دي السلايد بتاعت البارل اوبريشن، انا هاجلها السيشن الجاي، تمام. اخر حاجه هشرحها النهارده، تمام، اللي هو البلايند اكتويتر. البلايند اكتويتر بركز برضو على النمبر اوف تشانل. النمبر اوف تشانلز دي يا شباب دي الستاندرد اللي هتلاقيها في اي اكتويتر، لان احنا اتكلمنا يا شباب ان كينكس اسوشيشن دي منظمة عالمية، فالحاجات الأجهزة كلها اللي بتنزل بتبقى ستاندر. يعني أنا بعمل سويتش أكتويتر 6 تشانل، يبقى 6 تشانل ده عند كله، تمام. في شركة هتنزل بقى عدد الشانل الجديد بيروح لكينكس سوليوشن، بيحصل عملية التيست بتاعه، بيبقى فيه تيست لاب بتاع كينكس، تبتدي تيست الجهاز ده، لو التيست ابروف فيبتدي خلاص بينزل في السوق، والله ان انت عندي تشانل، عندي اكتويتر في 7 تشانل. النقطة التانية طبعا اللي تشانل امبير ريت، هل 6 امبير ولا 10 امبير ولا 16؟ طب المانوال كنترول، هل في مانوال كنترول ولا لا؟ طيب تعالوا نخش على البلايند او الشاتر اكتويتر. بص يا شباب عشان بس ايه، انت هتلاقي مسميات بلايند، هتلاقي كيرتن، هتلاقي شاتر. البلايند هي الشاتر، والبلايند او الشاتر يا شباب هي واخده الشكل ده، اللي هي بتتحط على الشباك، تمام، تبتدي ان هي بتعمل بلاك اوت، بتعمل بلاك اوت للايه، للاوضه عندك، ما تدخلش اي نور، دي البلايند، تتحط عادي على الشباك من بره عادي. الكيرتن بتتحط جوه دايما، بتاخد الشكل المسرحي ده، تمام، بتاخد الشكل المسرحي ده. البلايند او الشطر بتتميز يا شباب ان هي فيها حاجه اسمها التلت،
اللي هي الريش. طب تعالى اوريك ايه الريش دي. ما هنا بس انا بجيبها لكم عشان تبقى عارفين ايه هي الريش اللي انا بتكلم فيها. طيب انا بدل ما ادور انا هجيبها لكم هنا بسرعة. بصوا يا شباب، دي كده اسمها ريش. دي الريش، الريش دي تمام بتاخد برضو منها سيجنال، بتبتدي اللي انت تحرك الريشة دي مثلا 30% 40% 100% بتقفلها خالص ما بتدخلش أشعة. انت على حسب انت كمية الأشعة اللي انت عايز تدخلها في الأوضة قد ايه. دي بس الفكرة بتاعت التلت، عشان المسمى ده تسمعه كتير عادي. فعشان كده بوضح لك من دلوقتي يعني ايه بلايند، يعني ايه شاتر، يعني ايه كيرتن. يعني انت ممكن تقابل وانت بتبرمج البلايند اكتيفيتر يسألك يقول لك والله هو اللود التايب بتاعك ايه؟ بلايند ولا كيرتن؟ شاتر ولا كيرتن؟ فانت تبقى فاهم الفرق. انا اللي يهمني انت تبقى فاهم الفرق. تعالى كده نفتح داتا شيت. خش برضه شنايدر بالنسبه للشاتر اكتويتر. هتلاقي البلايند هو شبه السويتشنج، بس الفكره في ايه يا شباب؟ الفكره هنا اني التوصيف مثلا بيقول لك 4 اكس 6. 4 اكس يعني انت عندك تقدر تحط، انت عندك كده 4 ايه؟ 4 شانل. بس يا شباب لازم تبقى فاهم ان الاربعه شانل بيشغلوا لك 2 بلايند او 2 شاتر. ليه؟ لان انت عارف ان الموتور بتاع الشاتر او البلايند بيبقى كام؟ بيبقى 3 طرف، الطرف بتاع الاب، الطرف بتاع الداون، والطرف الكومن. فانت لما بتيجي توصل انا عندي كده كده عندي كام؟ انا عندي بص كاتب لي 1 2 3 4، فدي كده 4 شانل. الاربعه شانل دول يشغلوا لي كام شاتر؟ يشغلوا لي 2 شاتر بس. ليه؟ ادي واحده اب وواحده داون تمام، وادي واحده اب وادي واحده داون تمام يا شباب، واضحه. هو هنا موضحها لك برضه، وادي كابل الكي ان اكس بيقول لك اللي بيخش على الايه، على الجهاز بتاعي. ها في اي مشكله؟ في حاجه مش واضحه؟ انا بس انا بقف كل شويه بحيث ان انا مش عايز على قد ما اقدر ما فوتش حاجه للناس. طيب كده احنا عرفنا السويتشنج، عرفنا الديمينج، عرفنا البلايم، عرفنا توصيف كل واحد بناء على ايه واختار ازاي. طب اخر حاجه بس يا شباب، اخر حاجه بس هفتح الكتالوج بتاع شنايدر وهوريكم انا ازاي الكتالوج ده بتعامل بيه. يعني دلوقتي يا باشمهندس فارس، الطرف الكومن ده اللي هو الطرف النيوتر العادي، الطرف النيوتر العادي، لان الطرفين بياخدوا لاين، يعني الطرفين كل واحد بياخد لاين. الطرف الكومن اللي هو النيوتر العادي. انا دلوقتي يا شباب الكتالوج بتاع شنايدر اهو، انا دلوقتي شنايدر الكتالوج بتاعها كتالوج محترم. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي عايز بدور على الباور سبلاي، ابتديت ان انا ادور على الباور سبلاي. الباور سبلاي ابتدي ادور هنا، هتلاقي ان انت عندك كاتب لك ايه، اوفر فيو باور سبلايز. اوفر فيو باور سبلايز هو مديك هنا ميزه اللي انت تدوس عليها هيطلع لك ايه، الباور سبلاي بتاعك. يبتدي ان هو يحط لك الباور سبلاي اللي هو بيصنعها وكل الديتا اللي هي ممكن تهمك فيها، وياخد كل باور سبلاي منه يبتدي يشرحه لك على جنب. يعني يقول لك والله ان الباور سبلاي ده 30 فولت دي سي وز تشوك، ويقدر يطلع لك 30 فولت دي سي البيور وغيره تمام. طب انا دلوقتي بدور على سويتش اكتويتر، هتروح نفس الفكره، هتلاقي ان انت عندك سويتش اكتويتر تحت هنا تمام، هتدوس عليها هيطلع لك كل
السويتش اكتويتر ان اللي شنايدر بتصنعها. طب والله كده تمام. طب كتالوج اي بي بي، كتالوج اي بي برضه بنفس بيعمل نفس الفكره، والفكره دي محترمه من شركتين، بتوفر عليك اللي انت تدوير وحوار كنترول اف والحاجات دي. انا دلوقتي بدور على الباور سبلاي، ادوس على الباور سبلاي، يبتدي يكلمك على الباور سبلاي اللي بيصنعها وايه الفرق بينهم، تمام؟ تبتدي بقى ياخد لك كل باور سبلاي ويشرحه لك. ان شاء الله المحاضره الجايه، المحاضره الجايه عشان بس الوقت طول دلوقتي، هبتدي ان انا اعمل بروجكت، وابتدي ان انا اوريك انا بخش الكتالوج ازاي، واجيب الاجهزه بتاعتي ازاي، تمام؟ وفي حاجه في الباور سبلاي برضو هزودها، حاجه ادفانسد اشرحها برضو للناس، هي حاجتين بصراحه اشرحها برضو للناس عشان تبقى الناس برضو لمت كل حاجه تخص الباور سبلاي، ما بقاش في حاجه ناقصه، او يبقى مثلا يورا حاجه ومش عارفها. فلغايه دلوقتي يا شباب، عشان انا هقفل لغايه دلوقتي، يعني مش عايز اخش اطول من هنا عشان لو الناس وراها حاجات بكره، الناس اللي هتنام بدري. في حد عنده اي سؤال؟ حد عنده حاجة مش واضحة بالنسبة له، حاجة مش مفهومة، يا ريت حد يقول لي برضه. يعني أنا هقعد برضه دقيقتين كده أشوف الناس لو هتكتب أي سؤال، بحيث إن أنا أجاوب عليه إن شاء الله. والله محمود هشوف كده لو المحاضرة الجاية، بما إن الخميس أجازة، هشوف كده لو إن شاء الله ممكن نعملها الخميس. الماتيريال بتاع المحاضرة هتنزل على جروب التليجرام يا شباب، كل حاجة أنا شرحتها، وأنا بعتلكوا كده كده السيشن كاملة، يعني كده كده السيشن هبعتها لكوا كاملة، والكل بالحاجات اللي أنا مشرحتهاش، والداتا شيتس والحاجات دي هتتبعت لكم إن شاء الله. شركات الكي ان اكس يا شباب والله كرمت عادي، الشركات دلوقتي تقريبا بتحب تاخد الناس الفريش يعني في العموم. واللي انا بشوفه بصراحه، اللي انا بشوفه الاعلانات اللي بتنزل بيقول لك مثلا مهندس كهرباء ومهندس اتصالات، ولكن انا دايما بشوف ان الموضوع مش متوقف على القسم اللي انت فيه. انت دايما انت فاهم البيزك بتاع الكهرباء، فاهم ان احمالك اللي انت تتعامل بيها، نوع الحمل بتاعك ايه، تمام، تعرف تتعامل مع الاحمال بتاعتك عادي، مش مهم القسم، المهم النوليدج اللي عندك، ولو انت فاهم اللي انت بتعمله ولا لا. حاضر يا باشمهندس محمد، انا بس عايز مشروع بيور كينكس اعمله في سيشن تانية، يعني في السيشن الجاي، يعني السيشن الجاي انا بس عايز يا شباب اديكم الحاجات البيزك والحاجات اللي هي بتبقى اول الطريق كده، وانا حاولت على قد ما اقدر احط المعلومات الكافيه ان هي ما تخليش حد محتاج حاجه، تمام. وحته المشاريع دي ان شاء الله في سيشنات جايه كتير، يعني انا الموضوع مش هتوقف ان شاء الله باذن الله لغايه كده، يعني هنخش في مشاريع وهنخش في برمجه، وهصور لك فيديوهات من الكيت اللي انا بشتغل عليها، تمام، وان شاء الله الناس اللي هتشرفها في اليوم العملي، وهخليك تعمل كل حاجه بايدك، مش هخليك حرمك من حاجه. بس السيشنات انتوا شايفين الموضوع بيطول معانا قد ايه، فالموضوع متوقف ان هما 3 سيشنات بس، فانا عايز ادي فيهم كل الحاجه اللي انا عاملها دي، بحيث ان انا ايه مبقاش في حاجه ان شاء الله ناقصه الناس. في حد عنده سؤال تاني يا شباب؟ حد عنده مشكله؟ انا معاكم، ما فيش اي مشكله، اللي عنده اي مشكله او اي سؤال يبعت عادي. يا شباب الناس اللي في أولى وفي تانية والناس اللي بتسمعني، أنا مش عايزك تفهم كل حاجة، أنا عايزك تفهم الأساسيات بس، الحاجات اللي أنا بقولش فيها الداتا شيتس وكده، افهم اللي تقدر تفهمه. أنت مش مطالب إن أنت تفهم كل ده، مش مهندسين. واحدة واحدة هتبتدي إن أنت تتعرف على الحاجات اللي أنا بشرحها، هتقابل منها حاجات في الكلية أو غيره، وأنا كنت زيك.
موضوع السمارت ده انا بدأت فيه، بدأت واحدة واحدة خالص، وفي حاجات سقطت مني كتير، بس انت بتدور، انت بتشتغل على نفسك واحدة واحدة، هتبتدي اللي انت تفهم الموضوع، تبتدي تتعامل مع مشاريع. فالناس اللي في اولى وتانية اتفرج عادي براحتك، اتعلم اللي تعلمه، الحاجات اللي تقع منك وهتحس انها صعبة مش عايزك تتحس بتأنيب ضمير، يعني انا كنت مكانكم في يومها يعني، فالموضوع عادي. يا شباب كله تمام كده، انا قاعد معاكم برضو عشان الناس اللي ممكن تبعت لي ما اقدرش ارد، ببقى والله ببقى ساعات مشغول، ف يعني اهو فيها اللي عنده اي سؤال جوه السيشن بره السيشن يسأل. اللي خلص تالتة دوس معايا في الموضوع عادي، انا بدأت الموضوع بتاع السمارت ده في تالتة، تمام؟ دوس يا باشا في الموضوع، واللي اتسقط منك دور عليها بإيدك، معرفتش ابعتلي. حوار الكينكس والديستريبيوشن، بص يا شباب انا في الديستريبيوشن، انا بيزك ديستريبيوشن تمام، يعني اعرف شوية شوب دروينج، اعرف ازاي اتعامل مع الكاد، يعني انا مشروع تخرجي اصلا كان ديستريبيوشن عموما مع كي ان اكس، ف الديستريبيوشن اللي انا يهمني تعرف البيزك ديستريبيوشن، تعرف ازاي تعمل مع كاد، تعرف ازاي تعمل شوب درونج عموما، والشوب درونج بتاع الكي ان اكس مش زي طبعا المشاريع اللي هي الناس اللي شغاله في المكتب الفني طبعا تبقى ادرى مني، فانا عايزك تبقى عندك بس خلفيه ديستريبيوشن. طيب يا شباب كده احنا خلصنا الحمد لله، وبرضو اللي عنده اي سؤال يقدر ان هو يبعت لي، واتمنى ان شاء الله باذن الله ان السيشن دي تكون خفيفه عليكم والناس كلها استفادت قدر الامكان، وان شاء الله نكمل السيشن الجاي مع الجزء العملي، وانا هبعت لكم برضو فيديوهين ازاي تحمل برنامج الايت اس والسيميوليتر بتاعه اللي احنا هنشتغل عليه، هنعمل حاجات بسيطه بس انا عشان اوريك واشرح لك البرنامج اصلا ايه اللي هو برنامج الاي تي اس وازاي بتعامل بيه. اشوفكم على خير ان شاء الله.